أعزائي المشاهدين وفي قناة حنبار الفضائية التونسية أينما كنتم مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله وعلى بركة الله نستهل معكم ملف الساعة لسهرة الخميس 6 ديسمبر 2012، سهرة الليلة وملف الليلة باش نتناولوا فيه أحداث ساحة محمد علي وانعكاساتها على الوضع العام في البلاد، كما سنتطرق في محورنا الثاني للمحور قانون تحصين الثورة وهل تحصن الثورة بالإنجازات أم بال قوانين. هذا هما زوز محاور باش نتناولوهم الليله مع ضيوفي. اللي معايا السيد عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركه النهضه. سي عامر اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا مرحبا. يحضر معنا ايضا السيد نجيب الشابي رئيس الهيئه السياسيه للحزب الجمهوري، اهلا وسهلا سي نجيب. يحضر معنا ايضا السيد محسن مرزوق القيادي في حركه نداء تونس، مرحبا بك سي محسن. ويلتحق والتحق بالفعل لتوه سيد سمير بن عمر المستشار الاول لرئاسه الجمهوريه، مرحبا بك سي سمير اهلا وسهلا بك. نبدا الملف نتاعنا بمتابعه التقرير الاول حول احداث ساحه محمد علي ثم نعود لنبدا الحوار. Let's go!
مرحبا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. صور ان شاء الله نتمنى وانه ما نشوفوهاش وما نعاودوش نشوفوها في تونس باذن الله. سي عامر، شنو هو موقف حركه النهضه مما جد في ساحه محمد علي نهار 3/3؟ اولا في تعليق اولي حول التقرير الذي تفضلتم به، كل وسائل الاعلام نقلت المجموعات التي كانت تلبس نفس الزي وتضرب المتظاهرين بعصي من نفس النوع منظمة مرتبة، إلا تقريركم لم يأتي عليه. ربما الفريق الفني الذي كان يتبعكم من زاوية، هي ربما مريتوهاش، لكن غريب شوية أنه أنتم الآن بعد 3 أيام ومع ذلك ما زال ما عندكمش التصاور. هذه هي موجودة في كل مكان، في الانترنت، في شفناها في نسمة، شفناها في التلفزة الوطنية، في غيرها. فما شوية كل قناة يطرح. هي بالحق كل قناة تعاد تصورها، فما نجموش ناخذ تصور نتاع قناة أخرى ونعديوها في قناة عنا. ثم سؤال يطرح على الموضوعية، سؤال في العمق يطرح على الموضوعية، أنه هذا التقرير ليس تقريرا محايدا ولا موضوعيا، هذا التقرير أعطى وجهة نظر من الأول. يعني أخويا هيك جيت بحذانا وأعطيت وجهة نظرك وبتكمل تعليق وتفضل. خلينا نعلق لك ساعة على التقرير، لأنك تقول لي معناها إن شاء الله ما نشوفوش التصور هذه، إن شاء الله ما نشوفوهاش، إن شاء الله ما نشوفوش التصور هذه، وان شاء الله ما نشوفوش تصور اللي ما عديتوهاش ايضا، ان شاء الله ما نشوفوهاش حتى هي. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه يعني الموضوع يتعلق بذكرى عزيزه على التونسيين جميعا، اللي هي ذكرى استشهاد الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد. وهذا الزعيم هو ملك لكل التونسيين، هو صحيح يعني هو الزعيم اهم مؤسس من مؤسسي الحركه النقابيه التونسيه، ولكنه أيضا كان مناضل من أجل التحرر الوطني كذلك، وكان من قادة الحركة الوطنية خاصة في فترة من الفترات، تقريبا تولى كان أهم زعيم معناها للحركة الوطنية والنقابية في نفس الوقت، ولذلك تعرض للاغتيال ولم يكن عملية اغتياله عملية عشوائية، يعني اختياره هو دون غيره بالاغتيال لم تكن عملية عشوائية. إذا قلت هذه الذكرى هي مناسبة في الأصل تجمع التونسيين ولا تفرقهم. عندما جاء هؤلاء الشباب إلى ساحة محمد علي، ساحة الاتحاد العام التونسي، ساحة عمومية الاتحاد العام التونسي للشغل لإحياء هذه الذكرى، كانت التحركات في البداية كلها يعني الحركة التعبيرية كلها حركة سلمية، يعني حركة سلمية ربما تكون فيها شعارات من هنا أو شعارات من هناك قد لا نتفق مع هذه أو مع تلك، ولكن كانت هناك شعارات لم تتجاوز أن تكون شعارات، إلى أن تعرض المتظاهرون إلى هجمة من مجموعة منظمة قيل فيما بعد إنها لجنة النظام في اتحاد الشغل، وسقط من بينهم العديد من الجرحى معناها، ومنهم من هو مازال في المستشفى في وضع حرج. كل هذا طبعا في تقريركم ما جاش طبعا، لأنه هذا كش قلت لكم مش موضوعي. وعند ذلك حصل ما حصل من تشابك، وكان فيه أيضا عدد من المناضلين النهضويين موجودين هنالك في هذه الساحة، وحاولوا أن يمنعوا اتساع هذا دائرة هذا العنف، وبعد ذلك تدخلت قوات الأمن وتوقف هذا الوضع. والمؤسف يعني هذه الأحداث يعني كما حصلت، الصور موجودة بعض القنوات التونسية. أنا جماعة الاتحاد ضربوا اللي جاوا يحتفلوا معهم. لا مش جماعة الاتحاد، لا أنا عبارتي متاعي مش عبارتك أنت، أنا ما قلت جماعة الاتحاد، قلت التي سميت بعد ذلك لجنة النظام. هنالك مجموعة جاءت بزي موحد، بعصي موحدة، بوسائل موحدة، في عندها غاز مشل الحركة، عندها يعني هي لجنة النظام تبع الاتحاد، عندها هيروات، واعتدت على المتظاهرين، وحصلت ردود أفعال كلها ردود أفعال مؤسفة. نحن أولا لابد من التأكيد أن إحياء ذكرى حشاد هي لكل التونسيين، فمش حتى واحد خاصة بها الذكرى هذه. هذه حاجة أولى. الحاجة الثانية، وإذا مش ندخل في تاريخ حشاد، الحقيقة ممكن نتحدث على أنه حشاد لم يعني مفترض أنه الاتحاد المنظمة النقابية تحدث على القيادة، هذه القيادات النقابية المختلفة في تاريخ الاتحاد، ما شفتش أنا حتى قيادة من القيادات النقابية المتتالية لمدة الآن أكثر من نصف قرن تحملت مسؤولية البحث عن تاريخ حشاد وعن من اغتال حشاد وعن الظروف التي اغتيل فيها حشاد، أو تقدمت بقضايا للمحاكم الدولية أو للمحاكم المحلية أو للنقابات الدولية، ما شفتش.
وبقي الامر معلق. هذا شنو علاقته بالاحداث؟ عنده علاقه أربط. للقول بانه هذه المناسبه هي مناسبه تونسيه ماهيش خاصه فقط بالنقابين، والنقابين ماهمش وحدهم اللي يحتفلوا، كان مفترض انهم يبحثوا في هذا التاريخ معناها ويطلعوا الحقيقه للتوانسه ايضا. الملاحظه الثانيه ان الاتحاد راه على فكره نعم. كلف محامي وقعد وبالي في بالكم ايضا انهم قاعدين يجريوا للبحث عن الحقيقه للتقصي حول ظروف وفاه واغتيال. وقتاش كلف محامي؟ عندها مده. وقتاش كلف؟ اي لا شويه لا مسالني هو سؤال. لا نرجع جاوبني على موقف حركه النهضه مما حدث. لا لحظه خلينا نبدا في صلب الموضوع. لا في صلب الموضوع، الاتحاد كلف محامي وقت اللي صدر فيلم، وقت اللي خرج فيلم وثائقي حول اغتيال فرحات حشاد. هذا الفيلم الوثائقي هذا اللي هو من انتاج قناه الجزيره قام عليه عدد من المناضلين اللي كانوا مطاردين في تونس من ابناء النهضه، هم اللي مشوا بحثوا ووصلوا للارشيف وطلعوا الحقائق هذه وتبثت في قنوات دوليه. عند ذلك تقدمت قضيه ما لا تزال موجوده في المحكمه الاوروبيه وربما تمشي حتى القضاء الدولي. ما انا حبيت اقول انه الاتحاد هذا هو مكسب شو اسمه الشهيد فرحات حشاد هو لكل التونسيين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن نأسف حقيقة لما حصل بين التونسيين في ساحة محمد علي، ولكن إذا كان هذا معنى حصل هذا التشابه فممكن معناها نطالب بتحقيق، مثلا ممكن تكون في لجنة تحقيق تتثبت من بدأ بالعنف، من استعمل الهروات، من استعمل شعارات مستفزة، من كذا من كذا، يعني يقع فيها تحقيق ويقع معاقبة الذين معناها يتحملون المسؤولية فيما حصل. ولكن لا ينبغي أن نشنج الوضع كله في البلد بسبب هذا التشابك الذي حصل. استهدفت مقرات كثيرة، النهضة مقراتها استهدفت مقرات النهضة في كم مكان، وبعضها استهدف من نقابين. ما دعيناش لضرب عام، ما مشيناش شنزنا الاوضاع في البلاد الكل، ما عملناش مواجهه مع الاتحاد لانه بعض الناس حرقوا لنا مقراتنا، وانما مشينا للحوار ومشينا وبحثنا معناها راعينا الاوضاع التي تعيش فيها البلاد واللي فيها هي مرحله ثوره ومرحله تشنج. ولذلك نحن حتى بعد هذا الذي حصل ورغم الاتهامات الكثيره التي وجهها بعض النقابين الينا دعونا وما زلنا ندعو الى التهدئه وما زلنا متمسكون باليه الحوار ومتمسكون بان القضايا المتوترة والقضايا الهادئة كلها تعالج بالحوار بيننا. واضح. سي نجيب سمعت بالطبع قراءة سي عمر، نسمع قراءتك أنت لأحداث يوم الثلاثاء الفرط أمام بطحاء ساحة محمد علي. والله اللي نفهمه من كلام سي عامر أن في التقرير الإعلام هو المدان. ما نجموش نغطيه عين الشمس بالغربال. حشاد لكل التونسيين، لا مش فقط، هو أيضا للمغاربة. انطلاق الحركة الوطنية المغربية نهار 8 ديسمبر وقت اللي قاموا بمظاهرة للتنديد باغتيال حشاد، ويحتفل في المغرب الأقصى كل عام ب 8 ديسمبر وهي ذكرى اغتيال حشاد، ذكرى الاحتجاج على اغتيال حشاد. ما علاقة هذا بذاك؟ الاحتفال بذكرى وفاته هي ملك للتوانسة الكل طبعا. شكون اللي منع السادة هذو باش ينظموا مسيرة في العشرة متاع الصباح، في الخمسة متاع العشية، في الاثناش، يتوجهوا من باب حر، يتوجهوا منين يحبوا؟ شكون اللي منعهم؟ هؤلاء الناس جاوا بالمئات إلى حرمة الاتحاد في الساحة اللي فيها المقر الرسمي والمركزي متاع الاتحاد بشعارات تطلب بتطهير الاتحاد ومقاومة العصابات التجمعية وما نعرف شاش اللي في الاتحاد، جايين بنية عدوانية ومسلحين بهراوات رناهم وراهم سي العريض في الفيلم اللي بثته قناة نسمة. وبالفعل لما الاتحاد وقعت مداهمته فرق النظام اللي كانت باش تؤطر المظاهرة وسيادتك في حزب كبير وتعرف بأنه فرق النظام هي ضرورية في كل تنظيم شعبي، في كل عمل شعبي جماهيري. مش بهروات. سامحني. لا مش بهروات. بالعصية متاع اللافتات. لا هروات. سامحني، العصية متاع اللافتات اضطروا باش يستعملوها للدفاع على أنفسهم وهم يعتدى عليهم في عقر دارهم ورموزهم من الصف الأول، يقع الاعتداء على وجوههم والدماء سائلة كما كنا نرى. لو كان
ناس لو كان حركة النهضة حابت تعمل تظاهرة لأي هدف كان مشترك لكل التونسيين، وجات جموع من المعادي المناهضين لحركة النهضة، سيدي ما نقولوش معادين، وتجمعوا في الساحة أو في الشارع اللي فيه مقر حركة النهضة، وهاجموهم بالهراوات واعتداوا على رموزهم، نهونوه وقولوا شنو اللي وقع؟ لا سيدي، اللي وقع خطير جدا جدا. الاتحاد العام التونسي للشغل مش حاجة بسيطة، حارت فيه فرنسا، أنا عشتها اغتيال حشاد، كان عمري 8 سنوات، جاءوا خرجونا من الدار ونهارتها نهار سبت وشتا تصب كي تو عندي، لأن والدي كان من أصدقائه وكانت تلاحقه اليد الحمراء اللي اغتالت حشاد. حشاد حارت في فرنسا، والاتحاد الشغل هو اللي شد ظهر الحزب الحر الدستوري اللي قاد المسيرة التحررية للشعب التونسي وانتصر، والرئيس الراحل ربي سامحه وربي يرحمه الحبيب بورقيبة كم من مرة حاول باش يحط يده على الاتحاد، عزل أحمد بن صالح، عزل حبيب عاشور، صارت الواقعة متاع 78، صارت الواقعة متاع 85، ومشى الرئيس الله يرحمه وقعد الاتحاد، وقعت تجين الاتحاد مدة 10 سنوات، ورفع عن نفسه الاتحاد في مؤتمر جربة عام 2000 ولا 2001 الكابوس متاع الاضطهاد، ولعب الدور اللي لعبه قواعده وكوادره الوسطى وأجزاء كبيرة من قياداته حتى لينمهد الطريق إلى انتصار الثورة. هذا الاتحاد هو الجزء من وجداننا كتوانسة، من وجدانك أنت، مش ممكن تكون تونسي وما يكونش اتحاد الشغل يحتل في وجدانك المكان اللي يحتلها في قلبي، لأنه هذا اللي يجمعنا، القيم الروحية القيم المعنوية. أن يقع الاعتداء علاش الجماعة علاش احتفال إحياء هذه الذكرى من مجموعة من التونسيين في ساحة محمد علي اعتبرتوه استفزاز، مو من حقهم، سامحني عايش الاتحاد ممكن الناس كله كبيرة، الاتحاد وحشاد الله يحفظك، ما قطعتكش ما قطعتكش، وجهت السؤال جاوبتك، لا قلت لك ما سألتك، وجهت السؤال، لا جزمت أنه مش ممكن تكون تونسي وما يحتلش في وجدانك الاتحاد المكان اللي يحتلها في وجداني وفي وجدان وفي وجدان الجالسين هنا. هذا اللي يسمعنا، هذه الوطنية، الوطنية روحانية، روحيات ينزجوها الأبطال والشهداء والمناضلين والمقاومين. مش ممكن يقع الاعتداء على اتحاد الشغل في عقر داره ويهان ويداس وتدمي وجوه قياداته ونعتبر أنه شيء مكان وأنها مجرد مظاهرة. يا سيدي عملها، شكون منعك؟ عملوا تنظيم نقابي، للتنظيم النقابي هذا ما عجبكمش، هاوسي سحباني عامل تنظيم، هاوسي الحبيب جيزة عامل تنظيم، هاي التعددية النقابية موجودة، شو نمشي لك؟ نمشي لك بالمئات ومسلح ونهاجمك ونكسرك وبعد نقول أنت منعتني من المشاركة السلمية في تظاهرة. فأنا نقول إخوان إلى هذا المنطق ما يمشيش إلى التهدئة، رجاء منطق المزايد هو لا إيه لا فعلا أنا إذا كان نزايد أنا أخويا العزيز اسمعني، لأنه اسمعني إحنا الاتحاد متاعنا وأنتم ما عندكمش حق تحتفلوا، أنا قلت هذا الكلام، أنا مش مقبول، لا كنت إذا كنت تعتبر الاتحاد لكل التونسيين من حقهم جميعا أن يحوزوا هذه الذكرى، لكل التونسيين لكل المنخرطين فيه، لا الحشاد لكل التونسيين من حقهم أن يحوزوا ذلك ونحيي ذكراه، كل واحد بطريقته. شبينا أنا مشيت لساحة محمد علي، علاش ما لا تعتبروا استفزازا وشباب يرفع شعارات العشاء؟ وين المشكل يعني؟ البيت الشهيد، المشكل في 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 هذا العدوان الفج الذي وقع. هنالك تحقيق سنبين من مارس الاعتداء، لا احنا اموات، احنا شهود، شهود عيال، الصور موجوده على كل حال، الله يحفظك سي عامر، تفضل معك. هذا الكلام يذكي التوتر. شوف سيدي اللي خرجوا بعشرات الالاف اليوم في صفاقس وبالالاف في قفصه وفي سيدي بوزيد وفي غيرها من الولايات القصرين، شو اللي فيهم؟ استفزوا في مشاعرهم العميقة، استفزوا في رموزهم، استفزوا في كرامتهم. رجاء أنا ما جيتش باش ندخل في هذا الجدل، لكن إنكار هذه الحقائق تجبرك، وأنا راني مانيش دخيل على الاتحاد، الاتحادين يعرفوا وقت الاضطهاد فمش محكمة في البلاد التونسية، في سوسة، في قابس، في كل مكان، في قفصة، إلا وكنت مناضل إلى جانبهم بالروبة متاع المحاماة وبجريدة الموقف. مانيش توا قاعد نعمل في المزايدة عليهم ولا اكتشفتهم، قلت لك عمري 8 سنين اكتشفت الاتحاد العام التونسي للشغل، ما عنديش حتى فضل، أنا تونسي. ولذلك أنا شو نقول لك يا عامر، ونتجه إلى إخواني في حركة النهضة،
نقول لهم راني إلى حد الآن مذهول يا سيدي، باش ما نساعدش ما نقولش أنكم خذيتوا القرار، أنكم تبنيتوه من خلال تصريحاتكم الكل بما فيها تصريحتك الحالي. أنا ما نجمش نفهم كيفاش التونسي يعرف تونس يعرف الاتحاد ويسمح نفسه باش يقوم بهذا الشيء وما يقراش التداعيات متاعه. والقادم أكبر، فما إضراب عام وهو ثاني إضراب عام في تاريخ البلاد التونسية، أولهم في عام 78 وهذا الثاني، وهو دفاع شرعي عن الذات لأنه الكيان ينهار. ولو كان الاتحاد ما قررش بالطبع 20 سنة خليني نقول نظام بن علي ما عندوش إضراب عام، عنده توا في الحكومة هذه إضراب العام مش لعب. نعم. لو كان ما خذاش الاتحاد البارح الهيئة الإدارية نتاعه قرار الإضراب العام كانت الأمور تفلت من يديه. هو قبل أن يأخذ القرار عدة جهات قررت الإضرابات. فلذلك إخواني أنا أقول اللي حصل حصل، ما يعنيش عفى الله عما سلف، لا، الجنات يجب أن يقع تتبعهم، يجب أن تقع محاسبة، ويجب أن تقع يقع الاعتذار للاتحاد العام التونسي للشغل، وهذا ما فيه حتى عيب. الاتحاد هو اتحادنا وإحنا أسرة واحدة، وإلى إنسان منا ظلم إنسان آخر يعتذر إلى أخيه ونحلوا طريق آخر، لأن الشعب التونسي قلق على مصيره ومصيره في دينا وربي حسبنا. شوفوا موقف رئاسة الجمهورية من أحداث يوم الثلاثاء الفارط سي سمير. أعتقد أنه من نجمه كان نتألمه لشيء اللي صار يوم 4 ديسمبر. هو ما يشرفش كل تونسي غيور على بلاده. اللي صار يوم 4 ديسمبر يعني شعل ضوء أحمر أمام كل التونسيين ويحملهم مسؤولياتهم في هذا الظرف التاريخي، لأنه الغول متاع العنف مناش عارفين وين بش يهزنا ومناش عارفين وقتاش باش نتخلصوا منه. وهالظاهرة هذه اللي كل مرة تزيد معناها تنتشر ظاهرة العنف. ظاهرة العنف ما نحبش أنا نخوض في النقاش في ظروف وملابسات اللي صار يوم 4 ديسمبر. ثم قضاء تعهد بالملف، كل ما يمكن أن نقوله أنه من نجمه كان ندينه كل أعمال عنف تصير، ومن نجمه كان نتضامنه مع كل الضحايا نتاع العنف بقطع النظر على ألوانهم السياسية بقطع النظر على انتماءاتهم. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، أنا أعتقد أنه الناس اللي مشاوا تظاهروا يوم 4 ديسمبر أعتقد اختاروا المكان الغلط والزمان الغلط أو التوقيت الغلط، لأنه نحن نعرفوا كان ثم احتفال بذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد وهي مناسبة مفروض توحد التونسيين، لكن للأسف المناسبة هذه ولا غيرها، ثم 9 أفريل اللي صار في 9 أفريل يعني كأنه يعني كتب علينا نحن كتونسيين أنه هالمناسبات اللي المفروض يتوحدوا فيها التونسيين، المفروض أنهم يتضامنوا مع بعضهم، المفروض أنهم يحتفلوا مع بعضهم، أصبحت مناسبة للفرقة بين التونسيين ولتقسيمهم. وهذا شيء مؤسف، وهذا يدعو كل الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وإلى الوقوف وقف التأمل. يعني علاش وصلنا لهالحالة هذه؟ بالنسبة معناها علاش نقول أنا هما اختاروا التوقيت الغلط والمكان الغلط، لأنه نحن نعتبر أنه ما حدث هو عملية استفزاز مدانة ومرفوضة. لأنه وقت اللي نحب نمشي نحتفل أنا بفرحات حشاد ما نمشيش ونرفع شعارات معناها تستفز أهل الدار. هذا شكون هذا اللي رفعوا الشعارات اللي شبعناها وهما بيدهم قالوا ماشيين باش نطهروا ماشيين كذا؟ علاش نهار التغتيال فرحات حشاد كان ينجموا يختاروا توقيت اخر؟ كانوا ينجموا يمشيوا لشارع بورقيبه ولا شارع محمد الخامس. فاعتقد العمليه بالشكل اللي تم كانت عامل زاد ربما عمليات التوتير في وقت انه نحن ندعيه الى الحد من حالة الاحتقان في البلاد، ندعيه إلى التوافق، ندعيه إلى الحوار، ولا أعتقد أنه هذايا يمشي في هالاتجاه نتاع دعم التوافق بين الأطراف السياسية وبين مكونات الساحة السياسية في تونس. هذا ما لازم
كان يزيد حالة التوتر، منجم كان يزيد حالة الاحتقان. واضح سي محسن، البعض يرى أن الاعتداءات على الاتحاد هو ضربة للحكومة التي التقت مع الاتحاد، شو رأيك في هذا؟ في الواقع تتذكروا احنا في الأسبوع اللي فات التقينا في المكان هذا في نفس التوقيت تقريبا، وكنا وقتنا نحكيه على أوضاع سريان، وكانت أزمة هذه سريان في حد ذاتها، وخرجنا منها على أساس إمكانيات الحل. كنت تتذكر اتفقنا تقريبا على شيء إمكانية الحل، وانا اعتقدت ان هذيك اخر ازمه على الاقل في الاسبوع هذا وفي الشهر يا اخي، معناها كل اسبوع يصير عندنا ازمه، وتشوف ان احنا نرجع بعد اسبوع باش نشوفوا ازمه اخطر من الازمه اللي صارت على مستوى سريان، وهذا شيء مؤسف جدا. هو بين قوسين باش نسكر موضوع الاجتماع اللي فات نتاع الاسبوع اللي فات، انا كنت محمد بن سالم قلت في الاسبوع اللي فات ما كنت تهمني الاتهامات هذيك، وكاسبوع تجيب الدلائل وما جابش، نغلق القوس هذا ما كانش شيء قلناه نكملوا فيه. الآن اللي حاصل أنا رأيي، وهنا نحب نقول سي عامر نرجع للحصة اللي فاتت. لا 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 تمشوا وش حاضر فيها أنت؟ إي ما السؤال تطرح فيها على سي محمد بن سالم تحب نرجع له يعني؟ لا لا أنت ما تعرفوش، ما تعرفش التفاصيل. لا احنا قلنا له أعطاه أدلة، قلنا له أعطاه أشياء، أعطاه اتهام، قلنا له جيب أدلة ما جابهمش، سكرنا هالقوس الأسبوع انتهى، انتهى بالأمس يوم الأربعاء يوم الخميس. أما اللي نحب نقول لك أنه شكون نقولوا على موضوع سليانة يصح على موضوع اتحاد الشغل؟ التعنت في السياسة راهو ما يجيب حد شيء. شوفوا الآن تقريبا حركة النهضة لوحدها هي منفردة بتحليل لما وقع في قدم اتحاد الشغل. لا رئاسة الجمهورية موافقة عليه، لا التكتل موافقة عليه، لا الأحزاب الأخرى موافقة عليه، لا اتحاد الشغل موافقة عليه. تقريبا أغلبية القوى السياسية متفقة على إدانة وجود هذه الجماعة في ذلك المكان. ما جاوش يحتفلوا، جاوا يفسدوا احتفال. تقريبا جاوا كانوا مجموعه جايين للعرس، قالوا من حقنا نحضروا في العرس، لكن دخلوا للعرس وبداوا يسبوا في من العرس، وقالوا احنا حقنا في المشاركه في الاحتفال. وانا السؤال نتاعك اللي حول الحكومه، انا سؤالي وهنا هذا فين الشجاعه في السياسه؟ اذا الناس اللي قاموا بالعمل هذا ما يمثلوش كل مكونات النهضه، ولا إذا كان هما في عملهم محاولة لضرب الحكومة في إطار قضايا ما نفهموهاش، الشجاعة السياسية تقتضي أن نقول أن هذاك كان خطأ سياسي. والشجاعة السياسية تقول أيضا أن هذه روابط الثورة عوضا نسميوها أسماء من نوع ضمير الثورة وهي ما عندها حتى علاقة بضمير الثورة، هذه روابط حماية الثورة ولجان حماية الثورة هي ضمير الجريمة، من عطيوهاش حتى الجيع، خاصة وأن البلاد مقبلة على أزمة كبرى. لماذا نتفنن في صناعة الأزمات؟ هذا السؤال. علاش ما نتفنوش في حلول الأزمات؟ يعني بعد ما صار في سليانة وبعد الاتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة على أساس الزيادات، وصلنا إلى مرحلة فيها شبه انفراج سياسي، وكان من الممكن تمشي إلى أشياء أخرى. أنا سؤالي، هل الهجوم هذا كان ضحيته الحكومة أو كان هدفه الحكومة فقط؟ ولك الهدف نتاعه يدور الاتحاد العام التونسي للشغل كحاضر للحوار الوطني اللي هو كان فيه مبادره، لانه بالطريقه هذه خرجنا اتحاد الشغل من انه هو طرف للحوار ورديناه طرف في نزاع، في عوض انه هو يكون بيت لكل التونسيين ويكون هو مكان اذا كان التونسيين ما اتفقوش يلقاو مكان يرجعوا له. انا حاب نرجع وبعتبر نحكي على حشاد، انا قريت عندي مقتطف قريته من خطاب لي سنه 51، كان سمحوا لي باش نقراه خاطر هذاك يعبر على راي فكر حشاد، وبليغ جدا هذا المقطع لانه يعبر على المرحله السياسيه الحاليه هذه كانه كتبه حشاد اليوم. يقول الشهيد حشاد: قام الاتحاد العام التونسي للشغل ليضطلع بمهمه الجندي في جبهه الرقي الانساني، وليقاوم كل سياسه خرقاء تعرقل ذلك الرقي، ودعا الجماهير إلى التكتل العمل، إذا التكتل مش تعني وصفة، ودعا الجماهير إلى التكتل العمل والكفاح، فتجاوبت الأصوات من كل جانب تخترق الجبال والأرياف والمدن والقوى صارخة: لبيك يا صوت الواجب، واجب التونسي كتونسي وكإنسان. اتحاد الشغل خلينا نتفقوا كل كطرف سياسي أنه هو من المكتسبات التي لا يمكن مسها، خلينا نتفقوا أنه هو عنده ديمقراطية الداخلية، وأن القيادة الحالية نتاعو تم انتخابها، وكما قال الأمين العام تاع اتحاد الشغل كيما الحكومة عندها شرعية القيادة عندها شرعية،
والناس اللي تحب تغير سياسة الانتحار تغيرها من خلال من داخله في إطار هياكله في إطار مخرطيه والديمقراطية الداخلية نتاعه. توا اللي صار صار، وهذه اللي صار نقول اللي صار صار مش معناها راهو مش نطبس على خوك بوس وانتهى الموضوع، هذه ما تجيش راهي في موضوع مثل هذايا. الان مقبلين على اضراب عام يوم 13 ديسمبر، بين قوسين يوم 13 ديسمبر هذا كان المفروض يجتمعوا كل وزراء خارجيه مجموعه الثمانيه وكل وزراء خارجيه الدول العربيه في تونس في اطار مدة المستقبل، ويمكن الاجتماع هذا كله يلغى ولا كله يفشل لانه مش جي في يوم اضراب عام، يعني الطيران متوقف، الكذا متوقف، الى اخره كل شيء متوقف. شنو هي هالصوره اللي مش نعطيوها لقرابه 40 42 وزير خارجيه جاي لتونس في ذلك اليوم؟ علاش؟ على خاطر احنا نمشيو في نجيو نلعبوا بالنار في ظروف لا تحتمل لعب بالنار، وكان حتى نتراجعوا فيما بعد، يا اخي ما نتكلموش على الاقل، ما يجوش يقولوا راهو هذوكم بيهم عليهم والاتحاد لازم نفتشوا له مقرات باش نخرجوا الاسلحه وباش نخرجوا كذا، الكلام هذا انا نتذكر اللي كنت صغير سمعته، انا ما حضرتش على، لكن نتذكر شكوتي باي يوم 8 على 8 16 جنب 78. كنتذكر الصور نتاع لقينا مياه الفرق ولقينا القضبان في مقر اتحاد الشغل في اطار الاضراب العام. انا ما نحبش ندعو مره اخرى للتعقل والحكمه وغيره، خاطر التوانسه ملوا من هالوعود هذه وملوا من هالليزابيل، ملوا من هالنداءات حول هذا الموضوع. انا ادعو الى البراغماتيه في السياسه. يا اخي علاش تحبوا تخلوا نفسكم في الزاويه؟ علاش تحبوا الان سياسيا وضعين نفسكم في زاويه؟ احنا ما نحبوش انتم تكونوا في زاويه. البلاد ما تحتملش انتم تكونوا في زاويه، ولا يكون الجمهوري في زاويه، ولا نداء تونس في زاويه. البلاد تحتمل ان نحن نلقاو طريقه للنظر في هالمسائل هذه كلها. كنا قد قلنا سريانه راهو حلها مش حل على مستوى جهوي، راهو حل على مستوى وطني. هالموضوع هذا راهو مش حله في اطار العلاقه ما بين اتحاد الشغل وكل القوى اللي هي واقفه وراها في الشعبيه والنهضه، لانه النهضه لن تقدر على اتحاد الشغل. وما تصورش ان هي حتى في ذهنها ان هي عامله الهدف هذا، هذه ما قدرتش عليه، معناها قوة جباره. وكل من يصارع اتحاد الشغل ينهزم، هذه قاعدة في تاريخ تونس. لذلك شو المطلوب الآن؟ المطلوب الآن أنه عنا يوم 13 ديسمبر ضرب عام، نحن ما نحبوش ضرب العام، شكون يحب ضرب العام؟ والنقابين ما يحبوش ضرب العام. أنا أعتقد أنه حتى الضرب العام اللي خذاوه عام 78 خذاوه مضطرين. كل النقابات، كل القيادات النقابية الكبرى من حشاد إلى التليلي إلى عاشور. أعتقد أنه مازال ثم وقت من 13 ديسمبر باش معناها الأرضية المطالب اللي تقدم بها اتحاد عبد الشغل وخاصة حل الروابط هذه بالنيابة العمومية مباشرة تحلها، واللي تحلها الوزارة الأولى هذه جمعية عاملة نفسها. عمري ما سمعت في حياتي نخدم في المجتمع المدني 20 سنة، عمري ما سمعت بجمعية مختصة بالعنف. أعطيني شيء عملته هذه حماية الثورة عنده علاقة بالثورة. عملت كتب تفسر في الثورة، دربت الأطفال على قيم الثورة، ما تسمعها إلا إذا كان ثم طرائح مش تعطى للناس. عمري ما شفتهم أكتيف إلا في هذا. لذلك المطلوب الشجاعة السياسية، وإلا فإنه راهو مش ينوصل الوضع مش تكثر فيه حشر بعض الناس في زاوية، وراه الحشر في الزاوية خطير لأنه الواحد يحس بنفسه معزول، يحس بنفسه مستهدف، وإحنا ما نحبوش نوصل هذا. هاو عنا من هنا لو 13 ديسمبر ثم 4 ولا 5 أيامات، أنا أدعو الحكومة أن تاخذ إجراءات شجاعة، وأنه بعض الأطراف السياسية تراجع حساباتها فورا لأنه راهو مش مصلحتها. وعشرات الالاف من الناس اللي خرجت في الاسبوع اللي فات في سليانة ولا الان في صفاقس ولا خرجت كذا وغيره تنبأ ان هناك عمليه تراكم سياسيه. نحن لا نريد ان تحل الامور بتوازنات داخل الشارع، نفضل ان نواصل في نفس العمليه الشرعيه الدستوريه التي بدأناها مع بعضنا، ولكن هناك تراكمات تحصل الان، والتراكمات هذه اذا ما خذش واحد بعين الاعتبار بشكل براغماتي فانه تفلت الامور من يدين الجميع في وقت ارجو انه كل القوى السياسيه تستطيع ان تتحكم في المسار السياسي بالطريقه اللي نحبها. يعطيك الصحه سي محسن، نتواصل معكم ونواصل معكم هذا الحوار بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. سي عمر العيلات كنت تستمع السي محسن مرزوق، وشد انتباهي سي محسن من عرش انت موافق ولا وقت اللي قال ما تخليوش رواحكم في زاويه وما يقبلش حتى حزب انه يكون في زاويه، وعلى وعلاش بالاحرى التعنت، هذه نقطه. ثم ما قال ايضا هو قال من عرش اللي صار هل هو ضرب للحكومه ام هو ضرب للاتحاد؟ وسؤالي المطروح بعد ذلك الكل هو علاش كل ما انفرجت العلاقه بين الاتحاد والحكومه إلا وتنفجر أزمة جديدة؟ يعني أولا ثم نقطة مهمة
ما نزيدوش على بعضنا في الموقف من الاتحاد. الاتحاد العام التونسي للطلبة هو العام التونسي للشغل. هذا لبسيس، هذا لبسيس. أنا ابن الاتحاد العام التونسي للطلبة. نعم، الاتحاد العام التونسي للشغل هو مكسب وطني، ومكسب وطني مميز، يعني لأنه شارك في النضال من أجل التحرر من معناها ضد الاستعمار والتحرر الاجتماعي، وخاض معارك، وكان أيضا إطار جمع الكثير من المناضلين من اتجاهات سياسية مختلفة ضد الاستبداد وضد نظامي الاستبداد السابقين. هذا والنهضة ماهيش في مواجهة مع الاتحاد، ومش طارح على نفسها المواجهة مع الاتحاد، لا أمس ولا اليوم ولا غدوة. ما عندناش مواجهة نحن مع الاتحاد، ماناش في معركة مع الاتحاد، وما قلناش نحن في معركة مع الاتحاد. لكن أيضا لازم نكون واضحين، اللي فما أسئلة تطرح، علاش قيادة الاتحاد يوم 4 ديسمبر في الصباح تمضي اتفاقية مع الحكومة؟ هذه الاتفاقية لم يحصل عليها الاتحاد منذ أن تأسس إلى يوم الناس هذا، نسبة الزيادات وحسب معناها وحجم المكاسب اللي موجودة في هذه الاتفاقية يمضيها في الصباح، وفي الليل يعلن إضراب عام. هل هنالك منطق؟ عديت العشية. إيه. عارف عديت العشية. إيه. لا ما لا يبرر، لا يبرر كون حصلت مشكلة في ساحة محمد علي، لا تبرر مشكلة في ساحة محمد علي. نحلوها على القضاء، نحلوها على لجنة التحقيق، نشوفوا شنو نثبتوا في شنو صار وشنو ما صارش. أما أنه إحنا نمضص معناه الصباح نأخذوا اللي نحبه، والعشية كأنه ما صار حتى شيء، في الليل كأنه ما صار حتى شيء، نعلنوا إضراب عام في البلاد وضربات عامة جهوية. هذا ماهوش معقول أولا، وثانيا اختيار 13 معناها ديسمبر يوم اللقاء اللي يجمع وزراء الخارجية معناها ضيوف تونس، هل هو اختيار عشوائي؟ ماهوش اختيار عشوائي، واضح. هل هذا فيه دفاع على مصلحة تونس؟ بالتأكيد لا. هل فيه مراعاة للوضع الاقتصادي للبلاد بعد هذه الثورة وبعد ما هي عليه من أوضاع معناها فيها بطالة وفيها مشاكل اجتماعية كثير؟ بالتأكيد لا، واضح يعني لا، أنه لم يراعى هذا الأمر. ثم الملاحظة الثالثة، علاش كي نجي نشوفوا حجم الدعوات إلى الإضراب وعدد الإضرابات التي عاشتها تونس في ظرف 11 شهر فقط من تاريخ تولي هذه الحكومة المنتخبة الأولى في تاريخ تونس في نهاية ديسمبر 2011 إلى الآن، نجد في ظرف 11 شهر هنالك دعوات إلى الإضراب ومحاولات إضراب وإضرابات أكثر من كل الإضرابات التي خاضها الاتحاد في 23 سنة، أي 260 شهر. الإضرابات في 260 شهر أقل من دعوات الإضراب والإضرابات في 11 شهر. وانت كنت تقول ثم منطق هذا ولا ما ثماش منطق؟ فما مشكلة هنا ولا ما ثماش مشكلة؟ طبيعي هذا؟ مش طبيعي، لازم نبحثه علاش. الملاحظة الرابعة، هل معناها على افتراض أنه لو افترضنا أن اتفقنا، لو اتفقنا في تحليل ما حصل يوم 4 ديسمبر وأنه استفزاز للاتحاد واعتداء وكذا، هل هذا الاستفزاز وهذا الاعتداء كما عبرتم يقتضي أن نعلن إضرابات عامة جهوية وإضراب عام ونهدد كل مصالح الاقتصاد الوطني؟ ألا يقتضي هذا أن نحيل ما يمكن أن نحيله إلى القضاء؟ ثم الحديث على روابط حماية الثورة، هذه الجمعيات يا سيدي نشأت عندما كانت عندما سقط المخلوع وهرب، وكانت الأجهزة في حالة اضطراب كاملة، وكانت الأحياء والعائلات والأشخاص والممتلكات العامة والخاصة في خطر، ما فماش أمن. تشكلت هذه اللجان وهذه الهيئات وحمت الأفراد وحمت المكتسبات العامة والخاصة، ولذلك هي تعبر عن نفسها على أنها ضمير الثورة. هي منتوج، نحن قلنا هي جمعية من الجمعيات التي أنتجتها الثورة، وهنالك جمعيات كثيرة جدا أنتجتها الثورة، جمعيات سياسية، أحزاب، جمعيات حقوقية، جمعيات في قطاعات مختلفة. هذا النسيج المجتمع المدني.
ما فماش حتى جمعية فوق القانون. أي جمعية يجب أن تكون خاضعة للقانون مهما كانت. ولكن إذا كانت هنالك مشكلة مع جمعية من الجمعيات، هل مشكلة مع جمعية من الجمعيات تستدعي أن نعلن الإضراب العام وحال الطوارئ في البلاد؟ أليس هذا تصعيد؟ أنا أسأل يعني، لأنه الاتحاد فيه وفيه، الاتحاد فيه نقابين نقابين وفيه نقابين يغلب عليهم الأجندة الحزبية والإيديولوجية، وهذا الخطر خطر هنا. والمشكل خلينا مش لازم نتكلم بلغة خطر، نتكلم بلغة المشكل. المشكل أن هنالك في قيادة الاتحاد من هم نقابيون، وهنالك في قيادة الاتحاد من ولو عندهم تاريخ نقابي الذي يحكمهم هي الأجندة السياسية الحزبية الإيديولوجية الضيقة. هنالك عدد من الذين خسروا الانتخابات نهار 23 أكتوبر وأرادوا أن يستعملوا الاتحاد لإحداث مواجهة بينه وبين النهضة، بينه وبين الحكومة، بينه وبين الثورة، بينه وبين كل ما هو جديد في هذه البلاد. هذا موجود، ما نجموش نقفز عليه. ولذلك أنا نحن في مرات عديدة كانت لدينا اتصالات بقيادة الاتحاد ولا تزال وستكون، وحرصون نحن على الحوار. جلسنا معهم جلسات طويلة جدا، قلنا لهم نحن أيدينا ممدودة، نحن نتحدث كحزب كحركة، نحن أيدينا ممدودة للتعاون على التهدئة وللتعاون على تطوير البلاد، ونحن نعتبر أنفسنا شركاء. بالضرورة نحن شركاء، نحن معناها تحملنا نفس السفينة، علينا أن نتعاون معناها إيجاد مواطن شغل للعاطلين، للرفع من مستوى العيش للمواطنين، للنهوض بالاقتصاد الوطني، لخدمة علاقات تونس الخارجية وغيرها، نتعاون على هذا. ولكن لا نرى أنه معناها لا يدل على التعاون، أو معناها ثم مشكلة عندما تكثر الإضرابات، وعندما تصبح معناها مثل ما تفضلت أنت في سؤالك، قلت كل وين نعملوا اتفاق تصير مشكلة. بالضبط، كل وين الحكومة تعمل اتفاق بعدها مباشرة تعلن الإضرابات. والمثال يوم 4 ديسمبر أكبر مثال على ذلك. ولذلك معناها أنا أقول باختصار، فما مثال قبل 4 ديسمبر، أنا أقول باختصار أن نعم فما مثال قبل 4 ديسمبر، نعم هناك اتفاقات أخرى أمضيت، مثلا الزيادة في الأجور في القطاع العام بعد عام الإضراب، بعدها صارت إضرابات كثيرة، مش إضراب، إضرابات كثيرة جدا صارت، مش إضراب واحد، مش 10، مش 20. أنا الآن ما جبتلكش معايا إحصائيات يعني، لأنه هذا مش اختصاصي، ولكن إضرابات كثيرة جدا، وأنت عايش في تونس، أنا عايش في تونس وتعرف هذا. خلينا نشوف. فقط أردت أن أنهي النقطة هذه. نحن قلت أنه معناها كل الذين نحن نتضامن ونعبر عن تضامننا مع كل الذين مع كل الجرحى الذين حصل معنا في 4 ديسمبر، كل الجرحى. وهذا الفرق اللي بينه وبين أطراف أخرى، لأن ثم أطراف أخرى تتضامن مع جرحى ومهمهاش في دم الجرحى الأخرين كأنهم مش توانسة، بينما نحن هذوك كلهم توانسة وكلهم أبنائنا، أبنائنا كتونسيين، ولازم نتضامن معهم ونرجو لهم الشفاء العاجل، ونتمنى نتجاوز هذه المشكلة بأقل ما يمكن من التشنج والأضرار ونصل إلى حلول، لأننا حريصون، نحن أيدينا ممدودة. ولكن أيضا علينا أن نعرف أنه إذا كان هنالك من يريد أن يستعمل الاتحاد أو أن يستعمل أي جمعية من الجمعيات أو تحت أي عنوان من العناوين يريد أن يمرر إلى منطق الثورة المضادة ومنطق إفشال هذه التجربة فهو واهم. الاتحاد شريك، ولكن المجموعات الإيديولوجية داخل الاتحاد ليست شريكة في بناء الديمقراطية ولا في نهضة البلاد ولا في النمو باقتصادها، هي شريكة للنظام السابق. أما الاتحاد وقيادته النقابية فهي شريكة في المرحلة. سي سمير بعجالة تفضل، عندك تعليق؟ لا ما تقوليش بعجالة، باش ناخذ نفس التوقيت اللي خذاه سي عامر، بس تفضل تفضل، تحب تعطي تحيل الكلمة؟ ما يسالش، أنا فت سي نجيب، تفضل سي نجيب. العفو المعذرة، سامحني سامحني سي سمير. والله مرة أخرى نحب نكون إيجابي، لكن أراني مضطر باش نشير إلى بعض السلبيات. توا وفاكرمتو سي عامر بنوع من التهديد والوصاية على الثورة المضادة في داخل الاتحاد المتنمرة بالثورة.
والله هذا الكلام لا يساعد إطلاقا. ما فيش احترام للاتحاد، ما فيش احترام لاستقلالية الاتحاد، ما فيش احترام لقواعد الاتحاد، ما فيش احترام. فقط لا تقولني ما لم أقل. لا لا أنا قلت هناك كل حد الناس يسمعوا هناك فينا. جزء من المؤدجين داخل الاتحاد. الناس يسمعوا فينا. كلمة جزء أظن تعني شيء في العربية. بأنك تمارس الوصاية بهذا القول بالذات على الاتحاد ومؤتمرات الاتحاد الديمقراطية، ولأفرزت قيادات ممثلة، واللي حولها قواعدها، واللي حولها جمهورها، واللي تحرك اليوم وبعث رسالة أولى، والنهار 13 باش يبعث رسالة ثانية. فرجاء نحترم الاتحاد ولا نتهدده، لن يتهدد الاتحاد أحد. اثنين، نحب نقول أن هالتسييس اللي يأخذه سي عامر على الاتحاد راو مارسو مع الاتحاد، راي قصبة واحد واثنين هي حركة النهضة والاتحاد وأقصى اليسار لإسقاط حكومة الغنوشي، وهذا كله السياسة سواء كان صحيح ولا غلط موضوع آخر مش هذا الكلام. أما وقت الاتحاد يكون يتعاون معاه في الحقل السياسي هذا كباهي، إذا كان ما يأيدوه السياسية الاتحاد مخداش موقف سياسي. أنا لا أعلم أن الاتحاد خذ موقف سياسي ضامن مع الصحفيين وحرية الإعلام، خذ مواقف مبدئية تهم الحريات، لكن عمره ولا دخل مع حزب ضد حزب أو خذ موقف سياسي ضد الحكومة. ثلاثة، سي عامر يهون من حدث كبير كبير جدا وقع البارح، حدث اجتماعي سياسي، أكبر مؤسسة اجتماعية في البلاد التونسية يهاجمها طرف سياسي بالعنف الفظ، ويقول ما هو القضايا تولاه لش بيه، جريمة سرقة، جريمة حق عام، قضية سياسية تتطلب ردود فعل سياسية ومعالجة سياسية. شكون طرف سياسي يهاجم؟ لجان حماية الثورة. طرف سياسي لجان حماية الثورة. بالطبع، ما لا شنو وشقال. ليس الطرف السياسي. ما لا تعرف شنو. هي جمعيات عندها هي تأشيرتها. هي عندها عندها نعم. عندها الشكل القانوني متاع الجمعيات، وهي عصابات مسلحة. على كل حال هذو التوانسة أنت تتهم فيهم بأن العصابات. هم التوانسة. ينجم هو بيدك يتهمك بنفس التهمة. إذا ترجل هذا التهمة. هم أنتم تجيبوا فيهم اسمع تو بس. لا تجيبوا فينا. تجيبوا فينا. اسمع اسمع. أنا حركة النهضة. قدامك أنت حركة النهضة. أنتم اللي تشجعوا فيهم. جمعيات تونسية. أنتم اللي تراعوا فيهم. وحماتك أنت واحد من الحموك. من البلطجية يا الثورة. التأسيسي هالبلطجية هذم نعتوني بأكثر النعوت التي لا يتجرأ إنسان على إعادتها. هالناس اللي يفتخروا بهم هما ويتبناهم ويدافعوا عليهم، من فضلك خلينا مسؤولين وخلينا نتحكموا في هذه الوضعية. من فضلك ما يعيش خويا، يعيش خويا، خلينا في مستوى معين من الحوار، عيش خويا ما تقاطعنيش، عايش ويا ما تقاطعني. تحدث على مجرمين مش خلينا في مستوى عصابات. عصابات والمفروض أن يكون القضاء مستقل، ولكان جات النيابة العمومية تقوم بالواجب نتاعها راهي عندها مدة من اللي تحلل. التوانسة اللي ضحوا من أجلكم ما ضحوا حتى شيء، وما فما حتى علاقة بينهم وبين لجان حماية الثورة اللي كانت تتم. أنت العصابات سي نجيب تعرفها جيدا، العصابات موجودة في النظام السابق وفي الناس اللي حاطين يديهم في ديك. أرجوك بأن تلتزم آداب الحوار، ما قطعتكش، فبالتالي إذا كانك واثق من نفسك ومن الحجج متاعك أصبر علي وجاوبني. بارك الله فيك. إذن مرة أخرى سي عامر يقول بأن حجم الإضرابات في هالفترة هذية يستنتج منها نية لزعزعة استقرار الحكومة، وأنه اختيار 13 ديسمبر ليس عن طريق الصدفة، وإنما هو للإساءة إلى من؟ إلى الوطن. والله أنا أحب أقول كلمتين بسيطين. لو الإنسان يتمعن، إحنا في وضعية عادية، الاستثمار واقع، التشغيل واقع، غلاء المعيشة متحكم فيه، كله معكوس، كله معكوس. نحن في وضعية اقتصادية واجتماعية حرجة، وين تفجرت فيها المطلبية. أنا وقت كنت في الحكومة كانت الخدمة نتاعنا كل يوم هي النقاش، يا مع اتحاد الشغل، مع اللجان اللي تكونت في كل مؤسسة، وحتى أن اتحاد الشغل أخذ علينا كيفاش نحكيه معاهم، يعتبر أنه هو تجاوز لي لتهدئة الأوضاع الاجتماعية. البرد تبطل على العمل، المطارات وقفت إلى آخره، تشلت الاقتصاد بالإضرابات. ما كناش نشوفوا فيها هي إرادة لإسقاط الحكومة.
كنا نشوف فيها حالة مطلبية كانت مكبوتة وتفجرت ولا زلنا في تلك المرحلة. فبالتالي يجب النظر بموضوعية إلى هذه المشاكل حتى نجم نعالجها بشكل سليم. ثم الاتحاد يقرر ربي كان تسمح سي نجيب. معنا السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام الفرنسي للشغل، يتابع في البرنامج وعنده رد يبدو لي. سي حسين أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالسادة ضيوفك. تفضل سي حسين. أكيد كنت تتابع مباشرة معنا في ملف ساعة، عندك رد على ما نعم والله أنا كنت مزلت كيف دخلت عندي تعليق على ما سمعت، وأساسا الكلام مع السيد عامر العري. أولا نحب نقول أنه ليس شباب النهضة هو الذي معناها تذكر حشاد وهو الذي قدم قضية، ولكن كل الأمر يعود إلى سنة 2005 قبل ما يظهر على شاشة الجزيرة، وبالتالي ينجم يسأل التبعيات الموجودة في فرنسا يسأل لهذه الجلالي ويسأل الأستاذ الباردي وللاتحاد. وقتها كان الأخ محمد الترابوكس المسؤول على العلاقات الدولية وبشكل غادي وحاولوا باش يقدموا قضية، ولكن هب نقول أيضا وأنه بعد تن ليش تحمل مسؤولية تمن عام مساعد في الاتحاد، وكنت مسؤول على التشريع والنزاعات، وانتقلت بنفسي مع الأستاذ رشاد بن مبروك من تونس، رفع معية الأستاذ الماضي ونسقنا مع محامين في فرنسا وقدمت القضية معناها الخاصة بأنطوان ميليرو. وللأسف الشديد القضاء الفرنسي خاصة في الابتدائي وفي الاستئناف وفي التعقيب، ولله ما يقولش معنا شباب معنا هو الذي بدر بهيا ذكر حشاد، هذا مش صحيح. الامر الثاني يعني كنت معناها نسمع فيه توا في المرحله الحاليه، وانه معناها يعمل في قراءه معناها من منظور فهم الخاص ومن منظور فهم حركه النهضه نتاعه الاتحاد العام التونسي للشغل. ما هوش معناها الاتحاد العام التونسي للشغل منتخب قيادي ومنتخب انتخاب ديمقراطي، هيئات معروفة، وبالتالي معناها قلناها للمرة معناها ألف مرة، وأنا راه بالنسبة لي معنيين بالمناقشة على الكراسي لا معناها حاليا ولا مستقبلا، وإذا يتم تتم حركة النهضة وأنا ما نمشي منافسين لهم. الأمر الثاني هو أنه بالنسبة لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل يعرف الخاص والعام هما ناس نقابيين معناها تعاملوا مسؤوليات من نقابات أساسية حتى وصول المركزية النقابية، وما هوش هو اليوم باش يجي يقيم هذا يخدم في السياسة وهذا ما يخدم في استوانة. ما هوش معناها راه حتى قبل بن علي كان يقول الاتحاد فيه مندسين وبورقيبة كان يقول فيه مندسين ونفس اللغة أنا نسمع بها تو، ولذا بنشوف معاكم نهار ما تشوفوا الاتحاد زاد ونهار ما تشوفوا الاتحاد بالفعل أصبح مدير سياسي بإمكانكم خور مثل هذا الكلام. عاد جالي كامل بين كل عدد كما احنا ما نحبوش ندخلوا في شأن الأحزاب، لا أحد ممكن أنه يدخل في شأن هذا أمر آخر. الأمر الآخر واللي نحب نزيد نأكد عليه للسيد عامر العرايب هو انه هذه التهمه اللي وجه لنا فيها وانه الاغرابات زادت، وكل مره شوفوا الاحصائيات في وزاره الشؤون الاجتماعيه الاغرابات نقصت بعد معناها الانتخابات، وهذا معناها تشهد به التفقد في العمل والشغل وتشهد به وزاره الشؤون الاجتماعيه الاغرابات نقصت وما زادتش، وهذا بفضل تدخل الاتحاد. اما فيما يخص المفاوضات الاجتماعيه هذا حق عمران وهذه مقلتي من شرائي الدهر، وتفاولنا واللي يكون في بالي واللي رانا بدينا التفاوض من عام 90 في جولات متتاليه كل عام ناخذ زياده كله، بالرغم من انه عمرنا ما شدنا الارتفاع الجنوني للاسعار اللي قاعد يحصل في المرحله الحاليه، ولولا الله يبنى وهذاك حق معناها نتاع الشغالين، خلينا التفاوض بالحوار وكنا متفاهمين الوضع مؤسساتنا ومتفاهمين الوضع اقتصاد بلادنا، وبالتالي ما نجمنا نطلبوا كان ما يغطينا ما قدرتنا شراكه. وان شاء الله هذا اللي خذيناهم معناها حق البنادير اللي تناولناهم في هذا ان شاء الله ما تنساهمش الاسعار اللي قاعدين نشوفوا بها ترتفع من حيث ياخذ كاني معناها في عمر العريض او حركه النهضه عملت لنا باش احتفظ، هذا امر ساهم الحكومه ومش في الحكومه.
ولماذا كل واحد يحط معنا يرتاح في الحكومة؟ ولله هو حزب كبقية الأحزاب. الكل يبارك فيك يا عائشة، احترموا الاتحاد وسلمكم من معناه بالتدخل في شأنه. والاتحاد لا تلزم ولا تلزم ولا نعلة وغير النعلة. الاتحاد معناه منظمة مستقلة، معناه مشهود لها بدورها التاريخي، بمعناها الوضع اللي معناها كل وين تعيش والبلاد تكون الاتحاد مرقزي. ونحن رانا مدين دين للجميع، ورانا ماذا بينا انتم السياسيين تتوافق وتتفاهم وخلي البلاد تخرج من مازقها. خيركم من سماعة الاتحاد. الاتحاد برجاله وبكفاءاته وبهياته بالوطر نتاعه وبقواعده، وراه كيف نقولوا الكلام هذا احنا معناها ماناش لا عنا التطاول ولا عنا استعراض العضلات، بل بالعكس طالبين حوار، طالبين معناها تفاوض، طالبين معناها الناس في تونس تمد يدها لبعضها من قبل بلادنا. بلادنا راهي محتاجة لنا باش كل الناس تمد يدها بعضها البعض، ومشي معناها مش تحل مشاكلها بهالتشنجات وبهالاتهامات اللي قاعده تسمع. بودي بودي ما عادش نحبوا نسمعوا دروس تعطانا لا من سي عامر العريض ولا من سي غير عامر العريض. يبارك فيكم يعيشكم، احترموا الاتحاد، خلونا نحترموكم. شكرا لك سيد حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بارك الله فيك. حبيت نفتح قوس ونرجع مع سي نجيب. يقول سي حسين انه الدعوه المرفوعه ما عندك حتى دخل فيها، قال حركه النهضه، ثم قال الاضرابات نقصت، وقال الحكومه تحكي كان مع الاتحاد يحكي مع الحكومه، لا دخل للاحزاب في هذه الاشياء. نرجع لك معك مباشره، تفضل سي نجيب. كمل فكرتك تفضل. نحب نوجز باش نرجع لك، باش نرجع لك. لا جايك اكيد سي عمرو بهيش. لا جايك. نحب نوجز. هل جدل هذا يظهر لي خذا حظه؟ الآن الواقع اللي وقعت مرفوضة ومدانة من الجميع، وأرجو من الإخوان في حركة النهضة أن يضموا صوتهم إلى أصوات بقية الأطراف لإدانة ما وقع. والاتحاد العام التونسي للشغل هو مؤسسة مدنية تونسية نعتز بها كتوانسة، ونوفروا لها الظروف المادية والمعنوية حتى تقوم بدورها. هالأزمة هذه راي كان تسمح مثالش الجانب اللي قلته توا هام وهام جدا، مثالش نستسمحك باش ناخذ راي سي عامر العريض في النقطة بالذات اللي قالها توا. لا نرجع لك لا لأنه الحديث نقدمه به. لا أنا جايك سي سمير اللي قاله توا سي نجيب. أنا في جملتين باش نعلق باش نربحك الوقت. تفضل. باش نعلق على سي نجيب والأخ حسين العباسي. لا بربي كان تسمح. لا في نفس الوقت في جملة. علق لي على اللي قاله سي نجيب الشابي. لا مش نرجع لك، مازال الحوار طويل. علق لي على الجمله الاخيره والكلمتين الاخرين اللي قالهم سي نجيب. انا متفق معاها ان الجدل اخذ حظه ويكفي من هذا الجدل، وعلينا ان نبحث عن الحلول. ونحن النهضه تبحث حريصه تمد يدها للجميع للحوار وللتوافق وللحلول. واذا كان الاطراف الاخرى معناها مستعده للتهدئه والحلول فنحن حارسون مش فقط مستعدون، ولكن ضمن الاتفاق على خدمة المصالح العليا للبلاد وتحقيق أهداف الثورة وحمايتها من أي ارتداد إلى شبكات نظام سابق. واضح، واصل فكرتك. كان تسمح سي نجيب والله مرة أخرى نقول أنا أيضا نسجل التصريح متاع سي عامر العريض الآن، ونقول أن كل الأطراف السياسية تشعر بالمسؤولية. بلادنا بعد عامين من الثورة الهشاشة بتاعها كبرت، وهي في حاجة إلى توافق وطني من أجل تحقيق برنامج الثورة. وبرنامج الثورة هو تعزيز الحرية، هو تحقيق التشغيل، هو تحقيق التنمية، وهو أيضا تدارك موقع من تدهور للطاقة الشرائية بتاع المواطنين ومن هشاشة الأمن. هذا البرنامج اللي يلزم تتوافق عليه البلاد، وهذا هو التحصين الحقيقي للثورة والشعارات الأخرى اللي متقدمناش بربي كلمة. ننطلق من هذا الشيء، ومن الشيء اللي قاله سي منصف المرزوقي، لأنه هالأزمة هذه جات في عقاب أزمة سليانة، اللي هي جات في عقاب أزمة قابس وسيدي بوزيد وهلهم مجرة. البلاد كي الفلوكة اللي تطلطمها الأمواج وما نعرفوهاش وين باش تمشي. الآن الربان في الفلوكة فالت من يده الدمان يقول بورقيبة. فبالتالي المطروح الآن قلت أني انطلق من حاجتين، من الكلام اللي قاله سي منصف المرزوقي ومن الكلام اللي يقول فيه سي حمادي جبالي، أن الإدارة الآن متاع شؤون البلاد مش موافقة
ما نستعملش عبارات أخرى، ما وصلتش إلى تحقيق النتائج المرجو، وأنه البلاد ما عادش تنجم تستنى تأجيل آخر، تتحمل تأجيل آخر للانتخابات. واتحاد الشغل الهيئة الإدارية متاعه ربطت بين الأحداث اللي نعيش فيها وضرورة إنهاء هالمرحلة الانتقالية، حينما طالبت بتحديد موعد الانتخابات الجاية لاستقرار البلاد. أنا نقول وماذا بينا والمشاهدين يسمعوا فينا، أن الخطاب حول الحوار والخطاب حول التوافق ما يكونش مجرد شعارات نلقيها. أنا أدعو كل الأطراف في الترويكا وفي المعارضة الفاعلة بأن تحط بين قوسين خلافاتها، لأنه مش ممكن مش ما يكونش عندها خلافات، وأن تلتقي حول مائدة مستديرة مثل هذه لتطرح ما يجب أن نقوم به لتحديد نهاية هالمرحلة الانتقالية، كيفاش نحضروا انتخابات في أقرب وقت، ننهي كتابة الدستور في أقرب وقت، وكيفاش تدار المرحلة هذه من طرف كل القوى متعاونة على ما فيه صالح البلاد، بالطبع على أسس تضمن المصلحة متاع البلاد وما ترجعناش إلى نوع من المحاصصة الحزبية الجديدة. حكيت على السفينة والربان، هو عادة الربان قبل ما يهز السفينة ويبحر يزم يصل ويعرف الأحوال الجوية شنية قبل. سي سمير تفضل تعليقك. أنا باش نعقب على جملة تدخلات باش نبدأ بسي حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. نحب نقول له أنه الإحصائيات الرسمية تقول عكس ما ذهب إليه. لأنه الإحصائيات الرسمية تقول أنه سجل ارتفاع في نسبة الأيام الضائعة بسبب الإضرابات خلال الثلاثية الثانية للسنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية يصل إلى 8%. هذه الإحصائيات الرسمية، يعني رغم اللي عم ناول سنة متاع ثورة وسنة كانت فيها البلاد نعرفوا شنية الظروف اللي فيها، رغم هذا السنة بعد الانتخابات نسبة الأيام الضايعة بسبب الإضرابات زادت 8%. هذا فقط معناها هذه الإضرابات معناها المقنة وغير المقنة، شرعية وغير شرعية، أما الشرعية اللي ندى بها الاتحاد والله مش منظر المحضر أو سيسمير، كان عندك معلومة دقيقة وواضحة عن إضرابات شرعية ندى بها الاتحاد العام التونسي للشغل، خنقوله يا سي حسين راك غلطنا. إذا كان ما عندكش معلومة صحيحة خنقوله راهو لا سمحني نتحدث على الإضرابات مقارنة سمحني أيام السؤال في مقاطعته صحافة أما السؤال في مقاطعته ممكن 8% لا يعني نفس المعيار وقاع استعماله بالنسبة للعام الأول والسنة معناها وهذه إحصائيات بتاع ناس معناها مختصين وكذا معناها ما ثمش حتى واضح سي سمير. هذه ملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية أستاذ نجيب الشابي، أنا أرجوك وأدعو بقية خيالنا المشاركين معنا في البرنامج ماذا بينا ما نسبوش ناس ما همش موجودين معنا لهنا، وإلا معناها يعني هم ما همش موجودين. لو كان جاء عنا ممثل على رابطة حماية الثورة من حقك ومن حقي ومن حق كل واحد باش ينعتهم كما يحب، لكن هم ما همش موجودين لهنا، لذلك أرجو معناها ما نستعملوش عبارات غير مناسبة معناها في خصوص ناس ما همش موجودين معنا. ملاحظة أخرى جبت على القصبة واحد وقصبة اثنين، أنا نقول أن المقارنة غير جائزة مع ما يحدث اليوم. كلنا نعلم أن القصبة واحد وقصبة اثنين كانت تحرك سلمي 100%. قصبة واحد نعرفوا أنها كانت تحرك سلمي ونعرفوا كيفاش وجهها النظام وحكومة الغنوشي أنذاك وكيفاش انتهت، بحيث ما نحبوش نقلبوا دفاتر الماضي. اليوم قصبة واحد وقصبة اثنين كيف ما كلفتش المجموعة الوطنية ولو فلسا واحدة. اليوم الإشكالية هو فيها الإضرابات، هي فيها عمليات الاعتصامات الفوضوية والعشوائية، هي الأعمال هذه اللي تكلف المجموعة الوطنية. يا أخي المواطن يكون قاعد يضرب يكون قاعد يعتصم بدون أسباب؟ لا سمحني لا سمحني، أنا مانيش نتحدث على إنسان عمل مثلا اعتصام سلمي، يعني كيما القصبة واحد وقصبة اثنين من حقك تحب تقف قدام إدارة وتعتصم وترفع شعارات وتطالب حتى برحيل معناها المسؤول، حتى حد ما منعك، هذا مكسب للثورة، حتى حد ما يرغب
أن نتراجع فيه. لكن وقت اللي معناها كل ما تصير حاجة يلزم إضراب عام، كل ما ثم حاجة يعني بسبب وبلاش سبب يبدأ ثم هاو إضراب عام، هاو اعتصام، هاو قطع طريق، هاو كذا. أنا أعتقد هذايا ما يخدمش مصلحة تونس. وأنا سمحني على رجاء تفضل، لا مش نسألك، مش نسألك، خليني كلمة عندك تفضل، خليني نواصل وبعد اسألني كما تحب، ما يسألش كلمة تراش مانع. سي محسن، هنا الإشكالية أنت توجهت بالكلام الزميل عامر العريض وقلت علاش كل مرة تحطوا رواحكم في زاوية. هذه الإشكالية متاع برشا أطراف سياسية موجودة في تونس اليوم، أنها تعتقد وقت اللي معناها تسدد تعانات لتونس هي تعتقد أنها تسدد في تعانات للنهضة. أنا أقول لك سمح أنا نقول لك ما تحطوش تونس في الزاوية، لأنكم اللي قاعدين تحطوا فيها في الزاوية هي تونس مش النهضة. لأن وقت اللي يقع إضراب يدفع الثمن نتاعو كالمواطن التونسي، الإضراب العام اللي باش يتم نهار 13 ديسمبر شنو اللي باش يصير؟ التلامذة اللي عندهم امتحانات باش يتذروا في دراستهم، أصحاب النزل اللي شغلوا مئات الالاف من العمال، مئات الالاف، انا نعرف بعض نزول اللي باش يسكروا. علاش؟ لانه عندنا توا حجوزات نتاع راس العام وعندنا كذا، وثم ناس حتى معناها نعرفوا في اوروبا يبداو من توا يبرمجوا في العطله الصيفيه نتاعهم كل على خاطر اضراب 16. لا هني شيء حدث سليانه مع اضراب عام وما يمكن شوشره اختيار 13 ديسمبر معناها مع الاجتماع هذايا، ف هذا الكل يعطي صورة قاتمة لوضعية البلاد، وهذا يأثر على قوت التونسيين ويأثر على أهم مورد لمئات الآلاف من عائلات التونسيين. وهذا ما أعتقدش أنه بالطريقة هذه اتحاد الشغل يخدم مصلحة العمال اللي اشترهم باش يلقاو رواحهم عاطلين عن العمل، وإلا بالطريقة هذه نجموا نخدموا تونس ونجموا نقدموا بال معناها ولا النجح المسار هذا. انا اعتقد انه بقطع النظر شنو صار 4 ديسمبر، انا نتفاعل ايجابيا مع ما ذكره الاستاذ نجيب الشابي، ما يلزمش نحط تونس كرهينه بين اطراف سياسيه، كل ما تصير عركه ولا كل ما تصير حاجه معناها بلاد تتحرق ولا اضرابات عامه والا كذا. هذا اعتقد معناها ما يشرفناش نحن كتوانسة، وأعتقد أنه راهو هذايا يضرب التونسيين وما يضربش أطراف سياسية. لذلك خليوا تونس، خلينا نفكروا في مصلحة تونس، وأي عمل أي عمل ممكن يتضرر منه تونسي ولو تونسي واحد ماذا بينا نتجنبوه، ونحاولوا نحكموا العقل ونتعالى عن معناها الخصومات هذه اللي من شأنها باش تضر بمصلحة البلاد. وأعتقد أنه معناها رد الفعل اتحاد الشغل إذا كان اعتبر أنه ربما وقع الاعتداء عليه من حقه باش يرد الفعل، لكن ثم شيء حتى في القانون اسمه التناسب بين الضرر وبين ردة الفعل. أعتقد أنه أنا كيف نجي نوقف بلاد على خاطر صارت عركة في شارع محمد علي، هذا رد فعل مناسب. من أبرز المطالب اللي نادي بها الاتحاد العام التونسي للشغل مع الهيئة الإدارية بتاعه بيانه يقول حل رابطات حماية الثورة. أنا نحب نعرف شنو موقف رئاسة الجمهورية من رابطات حماية الثورة بعجلة. لا أنا مانيش موقف، لا سمحني 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 باش نحطوا لي بوان سيوليزي، أنا مانيش نتكلم باسم رئاسة الجمهورية باش تبدا أمور واضحة. لكن لكن لا سمحني سمحني باسم شكون تتكلم أنا ما أنا باسم سمحني أنا كنائب في المجلس الوطني التأسيسي معناها حاضر لهنا باش تبدا الصورة واضحة. معناها كل ما قلته من اللي جيت ما يلزمش رئاسة الجمهورية، ما يلزمش رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية عندها ناطق رسمي باسمه هو اللي يتكلم باسمه. أما 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 باش مادام أنت طرحت سؤال بالنسبة للمسألة جاوبني عليه كنايب على الأقل السؤال نتاعي، موقفك كنايب بالرابطات أنا باش نجاوبك، أنا باش نجاوبك. بالنسبة للرابطات هذه هي رابطات تنشط في إطار القانون، إذا كان ثم شكون يدعي أنه ربما خرقت القانون ثم القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة
باش تحل اي ثورة اليوم في الوقت هذا تحميها تحميها الرابطات تحميها الدولة سمحني سمحني والقضاء والأمن الثورة تحميها كل القوى الوطنية بما في ذلك المجتمع المدني اللي جزء من المجتمع المدني هي الرابطات هذه الرابطات هي جزء هي جمعية كما الجمعيات الأخرين كما معناها من حقها باش تنشط وقت اللي تخرج على القانون هي ولا غيرها يزم يطبق عليها القانون ما ثم حتى إنسان فوق القانون نحب نذكر أيضا أنه التجمع الدستوري الديمقراطي راه ما حلتوش الدولة راه القضاء هو اللي حل معناها لذلك رجال القانون وقت اللي يقدموا طلبات يقدموا طلبات مقبولة وفي إطار معناها القانون إذا كان ثم أي واحد متضرر من حقه شنو اللي منعه الناس اللي معناها تقول أنه تضرت من الرابطات هذه من أنها تلجأ للقضاء شكون أغلق الطريق أمامهم باش يمشيوا للقضاء فمراش يانا علاش معناها يتوجهوا مازلنا العقلية القديمة اللي عنده مربوط يمشي للسلطة السياسية اللي عنده جمعية يحب يحلها يمشي للسلطة السياسية أعتقد اليوم نحن توا قاعدين نأسسوا في دولة قانون كل مؤسسة عندها وظيفتها وعندها صلاحياتها بالنسبة للمسائل هذه هي مسائل من صلاحيات القضاء والقضاء هو اللي يبط فيه شكرا لك سي محسن أنا نشكر سي سمير على حاجة أنه قال أنه لا يتكلم باسم رئيس الجمهورية يتكلم باسم الشخصي لأنه الكلام هذا لو معناها تحسب على رئيس الجمهورية لا أنا قدمته كمستشار علاش أنا سهلت وأنا باسم شكون نتكلم حتى مستشار أول لرئيس الجمهورية وما قاليش لا للأمانة أنا نبدأ واضح لا عفوا لأنه رئيس الجمهورية الآن يحاول القيام بمساعي صلحية واعتقد الكلام هذا يدمر أي مصداقية له القيام بأي مسألة صحية أنا عندي سؤال مش نسأله له شو هو فحوى الحوار بين الرئيس والسيد حسين العباسي أنا دعيت للتعقل دعيت للتعقل ما دعيتش إلى مزيد حالة الاحتقان في البلاد دعيت إلى التعقل وعدم الإضرار بمصلحة البلاد واضح إذا كان هذا تعتبر أنه لا هو مش أقول لك علاش أنت فهمت الله معناها يمكن كلامك اللي قلته مش ندخل فيه الموضوع يمكن يأثر على أي دور متاع وسط يعني كنت شديد تحار الشغل واعتبرت انه زاد في الاضرابات واعتبرت انه الاضرابات هي مس مصلحه الوطن واعتبرت كذا وهذا الكلام هذا حاشاك من المقارنه حاشاك المقارنه مره ثانيه باش ما ان هذا الكلام هذا هو الكلام اللي كنا نقرصوا فيها اتحاد الشغل في كل الازمات اللي على الاقل انعصرتها انه ما يلزمش يعمل مس مصلحه الوطن وغيره الاضرابات راهي حق معترف به حق انساني معترف به موجود في الوثيقه الدوليه لحقوق الانسان ومعترف به قانونيا وفي منظمه العمل الدوليه وغيره وتونس مصحه على اتفاقيات ويمكن الرجوع عليه تقول لي انه هل يتناسب 14 الاضراب العام مع ما حصل في قدام ساحه محمد علي انا نقول انه الاعتداء على القيادات النقابيه بكل الطريقه اللي حصلت اعتقد انه شيء خطير جدا واتحاد الشغل قاعد يحس والمشكله فين انه بعض الاطراف عوض انها بعد ذلك تحاول انها تحلحل الامور بخطاب يعني متاع اعتدال وغيره أنا سمعت حتى أنه ثم ما كانش التوجه ماشيين في الضرب العام جماعة كانوا ماشيين في الضربات جزئية لولا أنه صارت ندوة صحفي عملها رئيس حركة النهضة الأستاذ رشيد غنوشي وفي الهدية قال تفتيش المقرات وغيره يظهر لي صبحية الهيئة الإدارية ولا في نفس اليوم ولا قبل وهذا زاد خلق حالة من الاحتقاد الأخرى لا انعقاد الهيئة الإدارية اللي هي كذا أنه هو نفتشوا له مقرات وغيره وكذا وأنا كنت أرجو مثلا أنه لا يتدخل إلا بعد ما توفى الهيئة الإدارية مثلا مش بالضروري نزيد نصبوا الزيت على النار الاتحاد الشغل دوره وعلاقته العلاقه بين الدور الاجتماعي والسياسي راهي موجوده من تاسيسه ماهيش جديده من تاسيسه وانا في الاطار هذا باعتبار الاحتفال بحشات ساعود الى حشات باش نقرا لكم الفقره القصيره هذه كيفاش يشوف هو دور اتحاد الشغل هذه راهو خطاب سنه 51 يقول الشهيد فتح حشات ان اتحاد الشغل هو مدرسه اجتماعيه وانسانيه وهو موطن الكفاح الحقيقي الصادق الصالح الذي لا يرمي إلا إلى إقرار العدل والحريات الأساسية وإلى منح المجتمع شوفوا العدل والحريات الأساسية شعار سياسي مش شعار اقتصادي اجتماعي فقط وإلى منح المجتمع التونسي حقه في الرفاهية والازدهار المادي والمعنوي والاتحاد إلى جانب كله هو عنوان وحدة الشعب وتكتله هي مرة أخرى تكتل وأجماعه في رده القومية والكفاحية هذا العلاقة بين الاجتماع والسياسي موجود تبقى ثم فرق راهو بين الدور الاجتماعي والسياسي والدور الحزبي. الاتحاد ما يلعبش دور حزبي، لكن يلعب دور سياسي اساسي في تصدير سياسه البلاد. واللي حصل له يوم 13 ديسمبر شافوه قياده الاتحاد وانا اشاطرهم في ذلك انه تهديد لوجودهم، ناس جاتهم الى مقر الاتحاد وضربت لهم قياداتهم، وهذه مساله خطيره جدا. 13 ديسمبر هذا مش تاريخ مقدس.
ما هو ثم مجموعة من المطالب قدمها يا أخي. أصحاب النوايا الطيبة اللي هو ما يخموا في مصلحة التونسي وفي حوجزات آخر السنة كما حكيت عليها أنت شهر ديسمبر رغم أني ما تصورش أن يوم مش أثر وفي المؤتمر الكبير الدولي اللي هو أكبر مؤتمر دولي يصير في تونس يظل من سنة 2005 اللي هو يوم 13 ديسمبر اللي فكروا في هذا ما عندهم محل وعنوان وحيد أنهم يتحدثوا مع اتحاد الشغل في مطالبه المشروعة ومن بينها حل هذه الرابطات التي لا علاقة لها بروابط حماية الثورة. ومش قلكم الدليل أول شيء الناس اللي حماه وراهم الديار سي عامر راهم الناس هذوكم دخلهم الأحياء والأغلبية السحقة متاحهم لها علاقة بالروابط هذه كل واحد في حيه مش أحمى حيه فك الأيامات اللي بعد أربعة أجان. أما لجنة حماية الثورة المعروفة كان فيها اتحار الشغل هو السفة هم الآن مش موجود فيه كان فيها المحامين مش موجود فيه كان ربط حقوق الإنسان مش موجود فيه والأحزاب السياسية كلها اللي كانت فيها مش فيه شو بقات فيه شكون الطرف السياسي الوحيد الآن اللي قاعد يبرر فيه وأنا أعتقد أنه خطأ التبرير هذا خطأ سياسي فادح. واللي يفهم في المجال العمل السياسي واللي يحب يفهم واللي يقرأ الأحوال الجوية والنبي الجوية معليه كان يشد كما كان توي يعمل سيسي سمير يحسب في الويب ورسام تاع الانتخابات يشوف الكورب تاع تزايد الاحتجاج الاجتماعي والسياسي على مراق مواقف وقرارات كما هذه اللجان هذية. وكان أنا أتحده وتحدى لي وراه أنهم يستطيعوا يخرجوا مسيرة كمسيرتهم في السفاق على المستوى الوطني مثل المستوى الجهة قدرة التعب ضد الأشياء هذه. سعيد العايدي عضو المكتب السياسي لحزب الجمهوري الذي ضرب بشكل وحشي والشاذي الفارح أيضا بشكل وحشي هذاك شنو من أزلام النظام السابقة هذاك من الناس اللي هو من ظهور مضادة يضرب بالطريقة هذيك أمام الجميع والناس هذم تقول لي أنت ما تسميهمش أنا أرفض أن يكون معهم في نفس الحوار تقول لي القضاء اللي هو يقوم بدوره بل يبي تقول لك مثال بسيط أنا انضميت وكنت من مؤسسي حركة ديال تونس وباعتبار أني رئيس جمعية المفروض أستقيل من جمعية حتى لأنه ثم في القانون أنك ما تعملش كذا الوزارة الأولى في ظرف شهر تقريبا ما تعرف إذا شهر متاع أجل ما استناوش ثلاثة أسبوع أجتني رسالة معناها مضمون الوصول من الوزارة الأولى أنه لابد لك أن تحل مشكلتك أما تستقيل من رئاسة الجمعية وأنا تبقى في الحزب استقلت. السيد اللي بعث لي هذاك ما شافش أنه حسب قانون الجمعيات لا يمكن إلى أي جمعية أن تمارس العنف وأن العنف ليس وسيلة وسائل التعبير في الجمعيات هذا قاعد يقولوا فيه الآن باش نزلنا عليهم أنا أن نشوف أن نحب نسأل التونسيين هذه الروابط هذه يعطيوني شيء واحد عملته اللي هو إيجابي في مصلحة الثورة وما عندهم حتى حق ولم يشارك فيهم أحد في الثورة وفيهم تجمعيين وبالأسماء وبالصور ونعرفوه وريناه في الكذا وغيره ما شاركوش في الثورة ما شاركوش في الثورة لا كقوة نحكي لك كقوة سياسية كقوة منظمة ما نحكيش على أفراد الأفراد حتى الناس اللي قاعدين في الدار لا نعرف نقاشنا أرض أرض معناها يا سي عامر أنت من قبيلة اللي تعطي الشهيد يا سي عامر أنت من قبيلة قاعد تقول وقتاش النقاش في المستوى وقتاش أرض تحكي بالصواريخ صار هذا تعبير صاروخي مش تعبير حتى في الدنيا معناها الصواريخ هذه تسيب فيها أنت تعطي الشهيد يا أخي أنت نحب نعرف الناس اللي شاركت في الثورة مش تعطي شهيد الثورة سامحني أنا معاصر أنا أقول لك أنه اتحاد الشغل هو اللي قاد الثورة التونسية أنت اللي تعطي شهيد الثورة وعلاقتك بهذه الثورة تعطي شهيد ثورة إذا كنت تحبنا نناقشه ولا كنت تحبه ياخذ قص عليه بالطريقة هذه ناقش أما تجيش تهم بشكل هذا أنا لن أدخل في هالمجادلات كانك مش تعطيني وقت خلينا نتكلم تفضل كان السيد الحمد لله مش يقعد يقص علينا خليه يقص علينا نرجع لك وتواصل فكرتك بعد هذا الفاصل سي محسن مرحبا بكم مرة أخرى الكلمة ليك سي محسن فضل ماشي نتواصلها وأرجو أنه يتمش بقطعتي طبعا لكن أنا حبيت نقول أنه لجان حماية الثورة والروابط هذه لا علاقة لها بلجنة حماية الثورة المعروفة اللي تأسست بعد 14 جانفي واللي كان فيها مجموعة بمنظمات واتحار الشغل اللي هو كان الدور الريادي في الثورة التونسية الآن كل هذه المنظمات اللي كانت في لجان حماية الثورة والأغلبية الساحقة من الأحزاب اللي ضدها تعتبر الروابط الحالية هذه تعتبرها لا علاقة لها لا بالثورة وكذا أقرأ وش كتبوا محامين
في البيان نتاعهم، قراوا واش كتبوا النقابين الصحفيين في البيان نتاعهم، قراوا واش كتبوا اتحاد الشغل في البيان نتاعهم، قراوا واش كتبوا اغلبيه الاحزاب، الاغلبيه الساحقه من الاحزاب والقوى الوطنيه التونسيه والجمعيات والمنظمات الكبرى الاساسيه في البلاد تعتبر انه هذه الجميع الروابط لا بد من حلها. اخيرا ملاحظه صغيره، انت نعم. قلتش عملوا حمله اكبس، لا هذوك هم اخرين، هذوك لا هذيك واحد اخر، هذيك حاجه اخرى، هذيك هذيك اكبس وارفس، هذوك هم اخرين. هنا نجي لموضوع اخر. الان انا مره اخرى مازلت نحب نقول انه خلينا نحكيه في امكانيات الحل. اما امكانيات الحل راهو مش الكلام الشاعري نتاع احنا مفتحين للحوار ومفتحين لغيره، احنا نعطيو دي بروبوزيسيون كونكريت، اشياء ملموسه. سؤالي علاش التونسي يلزمه كل جمعه غسره؟ علاش هالغسرات المتتاليه؟ علاش تحطوا الناس في هالحاله هذه من الخوف، وناس جايين بحاله عصبيه؟ قال شنو هو وشنو هو ذنب التونسي في هذا الكل حتى يتخسر وحتى يصير في ميسي؟ علاش علاش كل مره نخلقوا ازمه؟ علاش خرجنا من سريان عملنا الازمه هذه؟ علاش ثم الناس تعتقد ان هي استئصاليه، تعتقد ان هي عندها الفهم الوحيد للثوره وتحب تفرضه على الناس، في حين ثم مؤسسات توا قاعدين نقولوا انه القضاء هو اللي يحلهم هكا ولا؟ اذا علاش ما يخلوش القضاء هو يحمي الثوره؟ علاش ما يخلوش المؤسسات تحمي الثورة؟ يبقى معناها جهة سنة وجهة فرض. ثم أربعة قضايا أساسية للحل في هذه البلاد الآن، وفي إطار حسب رأيي مرة أخرى مبادرة الاتحاد عام تونسي للشغل. وها هو معنا في خمس أيامات رئيس الجمهورية، بكل أسف ما يمثلوش الآن سمير بن عمر، كنت نحب أن يكون حد يمثل رئيس الجمهورية، أنه يعني يقوم بدور تعديلي مهم الآن، ومواقفه مهم الآن، واعتقد انه يستطيع ان يقرب بين التونسيين. دور المحوري والجوهري يستطيع ان يقوم، يستطيع ان يقوم بدور مهم، وحط اصبعه على مواطن الداء. هو دعا الى حكومه كفاءات وطنيه حتى يعترف، واعترف انه الحكومه هذه فيها نوع من النقائص. علاش؟ خاطر ظاهر انه لابد من عمل مهم على مستوى الحكومه. ثانيا مساله المسار هذا كله الانتقالي، يا اخي هناك حاله نحس بها انه وكانه هناك ناس ما تحبش الانتخابات، أو تقول تحب تصير انتخابات بالفم ولكن بالعمل ما ثماش تقدم في الانتخابات. وقتاش بتصير هيئة المستقلة الانتخابات؟ وقتاش مش تصير قانون الانتخابات؟ الله يرحمك سي يرحمك. وقتاش مش تصير يعني الدستور الديمقراطي نتحدث عليه؟ هذا المسار السياسي. المسألة الأخرى هي سياسة اجتماعية عاجلة للأخذ بعين الاعتبار ظروف بعض الجهات، وهذا يراه ممكن اذا كان احنا حولنا منهجيه العمل الحكومي. واخيرا موضوع العنف، لا تستطيع المسار السياسي التونسي هذا، واحنا ما نسمعوا كان في دعوات الاقصاء، وثم ناس كما كان هو يلوم عليا توسع عامر قال لي انت كيفاش تعرف كيفاش تقول هذوك من الثوره وكيفاش تقيم كان في الثوره، ثم ناس يقيموا هم في الثوره اعتبر رواحهم هم مسؤول على التطهير، هم مسؤول على الثوره، هم يعرفوا شكون التونسي الباهي والتونسي الصالح والتونسي الطالح، هم يعرفوا شكون الكذا المسلم الطالح والمسلم الصالح، هم يعرفوا قادرين انهم يقسموا الناس. ثم ثلاث حل اخير، نقطه اخيره. نحب نرجعوا، ما نحبش نعمل الدنيا قياسيه، لكن خلينا نرجعوا للتجربه التركيه. شنو هي اضبط التجربه التركيه؟ قالت انه ثم امكانيه انه تصير ديمقراطيه يدخل فيها حزب اسلامي عنده مرجعيه اسلاميه ولكنه يقبل بالعلمانيه، اسمها العلمانيه، العلمانيه قواعد اللعبه الديمقراطيه. وهذا علاش جاء كي جاء اردوغان هوني قال لهم مرتين لايك لايك جماعه تفجعوا خسيبوا معناها السيد معناها مزيف. لا، لماذا لا ندخل في تجربه مماثله في تونس؟ علاش مازلنا ماسكين في اشياء اللي تقسم التونسيين؟ اذا استطعنا ان هالمعضله هذه نحلوها وفي نفس الوقت نبعدوا على فكره انه امسكنا السلطه مره ما سيبوهاش، انا اعتقد باب الحل موجود. 13 ديسمبر مازالوا ايام، ثم حتى داعي نستطيع ان نلقى حلول واضحه، المهم انه اراده سياسيه مش بكلام فقط، ومش نقول نحب الحوار ومن بعدين نشعلوها من اللود. ممكن نوصلوا الى حلول، وانا اؤكد انه الاتحاد عبد الشغل راهو مش يبقى رقم صعب، وراهو ما نحاولوهاش كما كان يقول سي سمير ونختلف معاه، عركه في شارع حبيب بورقيب ولا سعد عبد الله، راهي ماشي عركه اللي صارت اكبر بياسر من هكاك واخطر بياسر من هكاك. راهو اعتبرها كما تريد الان، قول يا سيدي هي عركه. في السياسة شوف الوقائع كما هي النتائج، شنو هي النتائج تو؟ أنت تقول عركة والنتائج أنه ثم أكبر منظمة نقابية في تونس والأول في أفريقيا وفي العالم العربي مش تعمل إضراب عام يوم 13 ديسمبر. واضح. هذا ما يحصل الآن، وهذا ما يجب التفاعل معه. واضح. كان تسمح دقيقة تفضل كلمة ونرجع لك في سمير في كلمة. أولا التجربة التركية والتونسية كل بلاد ورطها. إي قلت أنا القياس، قلت القياس قلنا في فصلنا الأول ومجمعين عليه أننا دولة دينها الإسلام ولغتها العربية، الإسلام التفتح والانفتاح، الإسلام الاعتدال، الإسلام مش التونسي، الإسلام الأصيل. فالإسلام والديمقراطية إن شاء الله تونس
تضيف تجربة جديدة تثبت بأنهم مش بركة يمكن أن يتعايشوا، ممكن أن يكونوا كيان واحد. هذا فقط لي معناها باش نعمل شوية تباين بين المعارضة باش ما يقولوش عاملين علينا. أنا مش معارضة. طيب أنا معارض. لكن فما شكون عاب عليا اللي وصفت رابطات حماية الثورة هكا سميوها بأنهم عصابات. شو مدلول العصابات؟ بسرعة هي المجموعات التنظيمات التي تمارس أعمال غير قانونية، هذه هي سواء سرقة أو عنف أو أي شيء. بالله تنظيم يعتدي على، وبارك الله فيك اللي ذكرتهم كنت نحب نتكلم عليهم، سي سعيد العايدي وزير التشغيل السابق وسي النقابي شادلي فارح متعدين في ناس القصبة ماشيين لضريحة الشاد وحدهم لا في مظاهرة ولا شيء، 40 من هالرابطات هذو يعقلوهم وبالاسم يهاجموا عليهم إلى حد الساعة طريح الفراش سي سعيد العايدي. برب هالناس اللي تسبوا في موت قولش قتلوا، أنا عندي قتلوا لكن خلي مدام القضاء، اللي تسبوا في موت لطفي نقض. برب الناس اللي يعتديوا على يوسف الصديق واللي يعتديوا على القصاص ونايف المجلس النواب، الناس اللي يجيوا يتجمهروا قدام مجلس النواب باش يسمعوا النواب متاع الشعب أقضى عبارات السب متاع اللي يدل على منبتهم وأصلهم وثقافتهم. ناس معناه بربي هؤلاء الناس شنو اللي ممكن تسميهم؟ في الحقيقة هالناس اللي يدعيوا الثورة وحماية الثورة برشا منهم، وستكشف الأيام العدالة الانتقالية معطلة في تونس لأسباب، أن كثير منهم كانوا أعوان أمن سياسي يتجسوا على نوع من الإسلاميين، البوليس عرس لهم، البوليس خلص لهم السفريات متاع شهر العسل، وهم الآن يتقدمون الصف الأول من المسؤولية السياسية، لأن العدالة الانتقالية معطلة لكن سيأتي اليوم وتلقى الأضواء على هؤلاء الناس. شكرا لك، كان تسمح سي سمير بعد اذنك نعديو التقرير ثم نرجعك نعطيك الكلمه عن معذره. على كل نتابعوا مع بعضنا اضراب اربع ولايات صفاقس سيدي بوزيد القصرين وقبصه. الاضراب نجم نقول لك الاضراب ناجح بنسبة 90% على مستوى الجهة. يعني يتجاوز 80-90%.
رسالة للذين يمارسون العنف، رسالة للذين يحاولون أن يربكوا الاتحاد. نص نتاع الصباح الناس كلها تو ما تلمدتش، والاحصائيات الدقيقه والواقعيه والموضوعيه انا نجم نمدوكم بها في اخر النهار. وشهداء الوطن وشهداء الانتفاضه، انتفاضه الشباب اللي اعتبرها الاتحاد العام بدون شغل، انتفاضه الشباب، انتفاضه الشباب او ثوره الشباب اللي جابت الكرامه والحرية وهذه يدونك يا سيدي موزين. وإيش دعوة فضل بيارشاني مصرين، إيش دعوة فضل بيارشاني كل الولايات بالجمهورية التونسية. مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. سي سمير طلبت الكلمه، تفضل. اي اولا انا من نجم كان نعبر على استغرابي من شعارات ترفع في مسيره ينظمها الاتحاد، ترفع فيها شعار الشعب يريد اسقاط النظام. لكن نحب نختم انا الموضوع هذايا. سي محسن عمل بينا شويه سياحه، طلع بينا العام 51. انا نحب نقرا بيان صادر على اتحاد الشغل في سبتمبر 2011 في ظل الحكومة السابقة. يتابع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بانشغال شديد ما تشهده بلادنا من مظاهر انفلات خطيرة على المستويات الاجتماعية والسياسية وخاصة الأمنية، وما ميز العلاقات من توتر أصبح يهدد الاستقرار الضامن الأساسي لخوض الانتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المحدد لها، خطوة هامة في نجاح الثورة الانتقالي نحو مجتمع الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو إذ يؤكد حق كل فئات المجتمع في تحسين أوضاعها المادية والمعنوية وفي التمتع بمقومات العيش الكريم بما في ذلك قوات الأمن بأنواعها. فإنه أولا يؤكد على ضرورة احترام التشريعات المحلية والمواثيق الدولية في مجال ممارسة الحق النقابي في القطاعات الحساسة وخاصة في مجال الأمن، لما لأهمية هذا القطاع في ضمان الاستقرار وفي الوقوف لا سمحني قريب أكمل في الوقوف هاو اللي يهم في الوقوف ضد مظاهر التسيب والفوضى التي يظل القصد منها تعطيل مسار الثورة في بلادنا. ثانيا يدعو إلى ضرورة اعتماد الحوار في فض الإشكالات العالقة مهما تعقدت، ويحذر من الممارسات الفوضوية التي تهدد أمن المواطنين وتشرع التصادم بين فئات المجتمع وتمس من هيبة الدولة ويهيب بالجميع تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة البلاد. ثالثا يدعو الجميع إلى ملازمة الهدوء وينبه
إلى حساسية المرحلة التي نمر بها اليوم والتي تدعونا جميعا مدنيا وسياسيا إلى تكثيف الجهود من أجل توافق يقضي على الفوضى وعلى كل مظاهر التمرد والعصيان والتحركات العشوائية غير المؤطرة ويسير بناء تدريجيا نحو انتخابات 23 أكتوبر 2011. أنا ما أتمنى كمواطن تونسي أنه الاتحاد يصير في نفس النهج وفي نفس روح هذا الخطاب التوافقي والذي يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، ونتمنى أن الاتحاد يبقى فوق التجاذبات السياسية، فوق المعارك الحزبية، ويبقى هو كما هو ساهم في النضال ضد الدكتاتورية، فهو يكون هو أيضا مساهم رئيسي في بناء تونس الجديدة. وأنا أعتقد أنه هذا هو اللي يعمل فيه بالضبط الآن، لولا أنه الناس تهجمت عليه في مقره. سامر تفضل. بارك الله فيك. أكيد دونت العديد من الملاحظات. ما أنت عملت جولة حول وبعد رجعت لي بأسئلة كثيرة جدا، ملاحظات كثيرة جدا. على كل حال أنا أولا أردت أن أعلق على كلام الأخ الأمين العام للاتحاد الأخ حسين العباسي، إن شاء الله يكون يسمع فينا أو ربما معناها يوصله. هو يقول إحنا طالبين التفاوض وإحنا قيادة حريصة على التفاوض. إذا كان هذا المنهج هو الذي تعتمده قيادة الاتحاد، فهي لم تجد من الجهة الأخرى إلا الأيدي الممدودة للتفاوض وللحوار، بدليل أنه الاتحاد حصل على أغلب المطالب التي طالب بها، بل أكثر حتى من المطالب. أحيانا هنالك زيادات تقررت في الميزانية لم يطلب بها الاتحاد وتقررت في الميزانية ووقعت المصادقة عليها، خاصة في القطاع العمومي، بحيث هو لم يجد من هذه الحكومة إلا الأبواب المفتوحة. أنا منيش ناطق باسم الحكومة، أنا حركة النهضة، ولكن أعرف هذا شيء معلن ومعروف، الحكومة أبوابها كلها مفتوحة، والترويكا الأحزاب الثلاثة أيضا كأحزاب يعني هي حريصة على علاقة حوار وتفاوض. وإحنا أيضا كحركة جلسنا مع الإخوة في الاتحاد مع الأخ الأمين العام ساعات طويلة وتحدثنا في قضايا كثيرة جدا. حتى هو كان معي قبيلة في برنامج الفضاء الحر وقال ما عنديش حتى مشكلة مع الحكومة. نعم. طيب. قال حسين العباسي. طيب. إذن علاش إذن الطبيعة السياسية لهذه المطالب، إذن لهذه الإضرابات أقصد؟ لأنه المطالب المرفوعة في الإضراب هذا، الإضرابات اللي صارت في بعض الجهات اليوم والدعوات للإضراب الأخرى هذه القادمة، مش هجوم اجتماعي، مش هجوم حول زعر الطماطم والبطاطا. هذه المطالب، المطلب الأول فيها حل جمعية. هل يرتقي مطلب المطالبة بحل جمعية من الجمعيات على افتراض أنه حق، على افتراض، هل يرتقي إلى أن نوقف البلاد كلها ونعمل إضرابات وتحشيد ونعطل كل شيء من أجل حل جمعية؟ أنا لا أعتقد أن هذا الأسلوب أسلوب معناها مناسب أولا، وثانيا هذه الجمعية هي جمعية من جمعيات المجتمع المدني، اللي عنده مشكلة مع الجمعية هذه يشكي بها القضاء، ممكن تتحل إذا كان هي تجاوزت القانون، وإذا هي مظلومة سيتبين الحق بعد ذلك، إذا هي اتهامات سيتبين، إذا هي مدانة معناها سيتخذ فيها قرار، هي أو غيرها. ما فماش حتى جمعية فوق القانون، ولا يرتقي المطالبة بحل جمعية من الجمعيات إلى مطلب وشعار لإضراب عام في البلاد والإضرابات جهوية عام. واحد. اثنين، تحديد موعد الانتخابات. الحديث على أنه مطلب من المطالب تحديد موعد الانتخابات، ما نحن اقترحنا موعد الانتخابات، الناس الأخرين هم اللي رفضوا، بما فيهم الإخوة في الاتحاد قالوا هذا موعد مستعجل. قلنا لهم يا جماعة رأي تونس تحتاج إلى أن نخرج من المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى مرحلة عادية. لماذا نخرج إلى مرحلة عادية؟ حتى تنصب كل الجهود ليس على الاستعداد للانتخابات وعلى القوانين المنظمة للحياة إلى الانتخابات، وإنما على التنمية والتشغيل وما إليها. واقترحنا تاريخ في قبل الصيف، احنا لقينا الأطراف الأخرى أو جزء من الأطراف الأخرى باش ما نظلمش الجميع، بما فيهم جزء من قيادة الاتحاد قالوا هذا مش مناسب، التاريخ مش مناسب ومبكر جدا والناس مش مستعدة والأحزاب مش مستعدة وما إليها، ولازم تكون بعد الصيف في سبتمبر ولا في أكتوبر الجاي وربما بعد. ومع ذلك نحن مفتوحين على الحوار، نحن مستعجلون إلى الانتخابات ومنفتحون على الحوار ومستعدين نتحدث ونشوفوا المناسب للبلاد والمناسب للجميع، حتى تكون هذه الانتخابات في أجواء معناها من
من الحياة السياسية ضمن الاختلاف والتعدد، ولكن ضمن مناخ إيجابي، ضمن مناخ انتخابات إيجابي. أنا أحيانا أشعر بأن في موضوع الانتخابات أحيانا معناها كيفاش نقول، أحيانا أشعر بأن بعض الأطراف غير مستعدة للذهاب للانتخابات، ولذلك كيف نقول لهم بعد الصيف يقولوا لا قبل الصيف، نقول لهم قبل الصيف يقولوا لا بعد الصيف، نقول لهم في 2013 يقولوا لا في 2014، موجودة في الإعلام والتصريحات موجودة والبيانات موجودة والنصوص موجودة. بالتالي ثم أطراف أصلا أشك في إيمانها بالانتخابات، مش مقتنعة لا بالانتخابات اللي فاتت ولا بانتخابات قادمة، وما تراش أنها تمشي الانتخابات، وسنرى على كل حال في التجربة القادمة إن شاء الله في الأشهر القادمة. الملاحظة الثالثة تتعلق ب أيضا الانتخابات، الإضرابات أقصد، الإضرابات عندها قوانين تنظمها، ثم أجال زمنية لازم تعلن عنها قبل، يعني لازم معناها ثم إعلان بهذه الإضرابات قبل أجال زمنية محددة. احنا ما شفناش الإضرابات هذه احترمت هذه الأجال الزمنية، يعني اليوم نجتمعوا نقروا غدوة إضراب عام، ثم أجال زمنية، ثم أيام معينة للإعلان بهذه الإضرابات، هذه لم تحترم. ما نتحدث عن القانون نحن، وهذا القانون المنظم للإضرابات. أنا نقول إن الإضراب هو حق، ما حتى واحد مناقش في حق الإضراب، وهذا الحق موجود في قوانيننا ونحن دافعنا عليه وسندافع عن حق الإضراب. تحاوروا حتى في الإضراب معناها؟ لا، الإضراب حق. تفهموا فيه؟ لا، أسمعني مليح، ما فهمني. الإضراب حق، وأنا أدعو إلى أن بمناسبة هذه الإضرابات أن نبتعد عن أي تشنج أو أي عنف أو دعوة للعنف أو استدراج للعنف، يجب أن نتجنب كل هذا، واللي يحب يعبر بالإضراب يحبر بالإضراب، ما فيش مشكل، ولكن علينا أن نحترم أيضا أن تكون الإضرابات نقبية مش بأجندة سياسية، وأن تكون في يتم الإعلام عليها بأجال زمنية معقولة. ثم أنا حقيقة أستغرب عندما يقول أحد الضيوف، أنا ما سجلتش الأخ نجيب ولا السي محسن، يقول بأنه معناها الهيئة الإدارية كانت منعقدة وربما ما كانش باش تمشي في إضراب، ولكن تصريح رئيس حركة النهضة دفعها إلى الإضراب العام. سي محسن مرزوق، معقول هذا؟ أنا هالكلام هذا نعتبره إهانة للنقابيين. علاش؟ لا سامحني سامحني، مش بالطريقة هذه، أنت أوكي قبل هذا قلت أنه قلت أنه الناس اللي يحبوا أنهم يلقوا حل، مش انهارة الهيئة الإدارية والهيئة الإدارية مجتمعة، وأنت تقول سنفتش مقرات، تطلب تفتيش مقرات أحد الشهر، وقت اللي نجوا تصعيد هذاك، تصعيد يذهب اتجاه تصعيد مقابل، وقت اللي نجوا نقولوا معناها هيئة منعقدة ورئيس حزب صرح، وهالتصريح هذا على أولا التصريح مش صحيح، رئيس الحزب هذا دعا إلى التهدئة ودعا إلى الحوار وقال كل المشاكل تحل بالحوار، ما قالش المقطع ذاك، إيه قال أنه يجب إخلاء مقرات كل الجمعيات وكل الأحزاب من كل وسائل العنف، مش كان الاتحاد العام تسير الشغل، لأنه احنا شو عاد سمحني مش تحطوا لا مش قص عليك، لأنه احنا شفنا فعلا، وهذا الكلام ربما هذاك علاش ربما أنت تقاطع فيه، لأنه احنا شفنا حزب من الأحزاب يضرب في الناس بالمولوتوف، ثم ناس مازالوا في السبيطار، حتى ثم حزب من الأحزاب في تطاوين، ثم حزب من الأحزاب في تطاوين ضرب الناس بالمولوتوف، مازالوا الجرحى في السبيطار، مازالوا التوا موجودين في مقر منظمة، حزب يضرب في متظاهرين سلميين بالمولوتوف من مقر منظمة. يا سي عامر تقول عليه الحزب شكون؟ مش يقول حركة يعني نجاوب ولا نجاوب؟ لا أنا نجاوب، نجاوب أنا بقول عليه، خليني نجاوب بطريقة، هذا في تطاوين فما يسرح زين، خليني نجاوب بطريقة التوانسة يعرف، يعني التوانسة ذكية تبارك الله عليهم يفهموا بالإشارة، تقصد ديدات تونس مباشرة. فلذلك لابد من إخلاء مقرات هذه الجمعيات، احنا مرة شفنا مولوتوف، مرة شفنا حاجة أخرى وكذا، طبعا لازم إخلاءها، ولكن نرجع لجوهر الموضوع، جوهر الموضوع معناها إذا كانت الهيئة الإدارية منعقدة تناقش في إمكانية الإضراب ويأتي تصريح رئيس حركة النهضة فهو اللي حدد أنها تعمل إضراب ولا ما تعملش، هذا أنا نعتبره إهانة للنقابين. الكلام تاعك هذا فيه إهانة للنقابين، معناه النقابين هذو أعضاء الهيئة الإدارية سيدي تاتا ما يفهموا شيء، يستنوا معناها تصريح يهزم وتصريح يجيبهم على افتراض أنه صحيح في الوقت اللي هو مش صحيح، التصريح هذا مش صحيح، مش معقول كده، مش حاولت كلامك المسيح. الحاجة الأولى، الحاجة الثانية، الأحزاب الحاكمة أو الأحزاب المشاركة في الحكم بالضرورة مصلحتها مع التهدئة، هيك المنطق،
العلوم السياسية والاجتماعية والواقع السياسي والاجتماعي يقول بأن الأحزاب اللي مشاركة في الحكم ولا الأحزاب الحاكمة عندها مصلحة في التهدئة، ما عندهاش مصلحة في التشنج وتوتير الأجواء. إذا نتكلم خلينا نتجاوز النيات والمعناها الصالح من الطالح، فقط نتحدث بمنطق موضوعي من حيث المصلحة. فشكون اللي عنده مصلحة في أنه يخلي البلاد في حالة اللي عبرتوا عليها أنتم بالغسرة، من غسرة لغسرة، من مشكلة لمشكلة، من مصيبة لمصيبة، من تصعيد لتصعيد، من إضراب لإضراب، من أزمة لأزمة، من حرق لحرق، من تكسير لتكسير، من معناها من أزمة لأزمة. من الذي له مصلحة في هذا؟ الذي له مصلحة في هذا هو الذي لا يريد لتجربة الديمقراطية الحالية أن تنجح، هو الذي لم يستوعب ولم يهضم ولم يقبل نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011. الأطراف اللي ما قبلتش النتائج هذه اللي تعتبر روحها معناها خاسرة من هذه النتائج من هذه الانتخابات هي اللي ما عندها مصلحة، هي اللي عندها مصلحة في استمرار عملية معناها لا استقرار والسعي إلى أن لا تستقر الأمور. وهذه ما هو التحشيد اللي صار في 23 أكتوبر، الكلام اللي تقال والتحشيد اللي صار لما فشل في 23 أكتوبر، هناك محاولات بعد 23 أكتوبر. وستستمعون أيها التونسيون، ستستمعون إلى مثل هذه المحاولات باستمرار في 17 ديسمبر وفي 25 ديسمبر و8 جانفي و14 جانفي و11 فيفري، وانت ماشي كل مرة نجيبوا تاريخ ولا نجيبوا مشكلة ونساعد ونعملوا معناها حتى نعطي صورة على البلاد على أنها في أزمة وعلى أنه احنا انتم قاعدين فيفري على أنه على أنه احنا على أنه احنا معناها في 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 مأزق وما إليه. هذه الأطراف التي فشلت، بينما فشلت في الانتخابات اللي عندها مصلحة في هذا في الوضع هذا، وهي التي تدفع إليه، وهي اللي مخلية التوانسة عوض باش يخدموا على أرواحهم، عوض باش يبنوا بلادهم، عوض باش معناها الناس تستعد لامتحاناتها، عوض باش تتطور تونس، تنهض تصبح دولة معناها دولة قانون ودولة ديمقراطية تعددية، وفي نفس الوقت فيها اقتصاد ناهض، فيها مواطن شغل، فيها معناها علاج للمرضى، فيها مداوات للجرحى، فيها تعويض للضحايا إلى غير ذلك. عوض أن نحقق هذا نصبح نحن في جدال معناها مستمر وفي مشكلة وراء مشكلة. الملاحظة الأخيرة حبيت نشيرها هي الأخ نجيب، هي ملاحظة الأخ نجيب، في كل الحالات أنا لا أقبل، لا أقبل معناها واستغربت يعني إصرارك على وصف شباب الثورة بالعصابات. لا يمكن، هؤلاء الشباب الذين ساهموا والذين ساهموا في إهداء الحرية التي نتمتع بها اليوم، التي تتمتع بها حضرتك أنت ونتمتع بها وكل التونسيين يتمتعوا بالحرية بسبب تضحيات أولئك الشباب، شباب الثورة تصفهم بالعصابات، مؤسف يعني مؤسف أن تصفهم بالعصابات، لأنه هذا معناها يشنج هؤلاء الشباب ولا يخدم أي جهد في اتجاه معناها الاستقرار والتهدئة والانتقال الديمقراطي. أقول في النهاية نحن النهضة يعني نحن حريصون، نمد أيدينا إلى الجميع، حريصون على الحوار ونتفاعل إيجابيا مع كل المبادرات الإيجابية، ولكن أيضا نعتبر أنفسنا ولسنا وحدنا، نحن وكل القوى التي شاركت في الثورة نعتبر أنفسنا مؤتمنون جميعا على حماية هذه الثورة من أي محاولات الانقلاب عليها أو من أي مظاهر من معناها من الأعمال التي تسمي نفسها الثورة المضادة. تونس ستخطو خطوات واضحة وثابتة نحو الاستقرار إن شاء الله، ونحو بناء النظام السياسي الديمقراطي، ونحو النهضة الاقتصادية، أحب من أحب وكره من كره، لأن تونس لها شعب يحميها. وعندما كانت الدكتاتورية بأساطيلها وبأساطينها وبوسائل عنفها لم تستطع أن تسيطر على هذا الشعب، واستطاع هذا الشعب أن يطردها. فليست الأقليات التي تريد العودة بنا اليوم إلى النظام السابق هي أقدر وأقوى من ذلك النظام، وبالتالي هي واهمة لو تصورت أنها ستعود بتونس إلى حكم الأقليات الاستئصالية أو الأقليات الفاسدة أو شبكات النظام القديم. صحيح هنالك صعوبات، التوانس يعرفوا اللي ثم صعوبات وقدامنا عراقيل وقدامنا مشاكل كثيرة جدا، ونحن معناها نقود البلاد في وضع هش جدا، وضع اجتماعي، وضع اقتصادي داخلي خارجي غيره، هذا كله يجب التوانس يكونوا عارفين. ولكن أيضا نحن صرحاء مع أبناء شعبنا ومع التونسيين جميعا، هذه المشاكل معناها نحن واعيين بهذه المشاكل وحريصون على حلها
بالتوافق وعلى حلها بالتفاوض وعلى حلها بالتهدئة وعلى حلها معناها بمعالجات، ولكن أيضا لن نقبل أي تسلل لبقايا النظام السابق للسيطرة على هذه البلاد التي تحررت منها. شكرا لك سي عامر. نمر للموضوع الموالي ونبدأ معك سي نجيب. تحصين الثورة هل يتم بالإنجازات أم بالقوانين؟ شوف، أولا أنا آسف أن حوارنا اليوم حوار صم، حد ما يسمع في حد، وهذا الحوار بس يعزز أزمة الثقة اللي عند المواطن اللي يسمع فينا في النخبة السياسية، وأنا أخشى أن العديد منهم ربما داروا لقنوات أخرى حتى يستفيدوا أكثر. أحداث سياسية على درجة من الخطورة المفروض أن الإنسان يراجع نفسه فيها ويحاول إيقاف التدهور متاعها، لكن فما إمعان في تبرير العدوان وتبرير الجريمة، وأكثر من هكا في تقديم من قام بها على أساس أننا نحن مدين ليهم بالثورة. مئات الألاف من الشبان الذين انطلقوا بكل عفوية على مد 4 أسابيع ملقين صدورهم للموت، منهم آلاف اليوم يتظاهروا مع اتحاد الشغل، وكان الاتحاد الشغل هو ركيزتهم، هذا من كل يشطبون بجرة قلم وتنسب الثورة إلى من يعتدي على الأحرار، على الديمقراطيين، على اتحاد الشغل. كيف سنتفاهم؟ على ماذا سنتفاهم؟ نريد الحوار. إذا كان الوقائع البسائط ننكرها، وإذا كان الأمور التي لا تمت إلى الحقيقة بشيء نقدمها وكأنها الحقيقة، أنا أعتقد بأن هذا غير مشجع، ونعبر على أسفي لأني بالفعل طالب حوار من أجل تونس. راي مش لعبة، نخزل لمصر. حوار مش من المزايد سي نجيب، مش عارف والله أنا عندك حوار. والله أنا ما حسيتش بتقول غيرك ما لم يقل، ما حسيتش نفسي مدعو باش نقاطعك، لأني ما حسيتكش توجهلي في أي حجة ذات ساس، فبالتالي أصبر علي. أنا نكلم فيك ونكلم في التوانسة اللي هو مشهود عليك وعليا، وأنا ما حبيتش يكونوا شهود عليك وعليا، حبيت نهتدي إلى كلمة سواء نختم بها تونس. مصر الآن مسطورة في 2، ربي يحميها، وما تنجم تحماه إلا بنخبها. إن شاء الله ربي يحمي تونس وما نمشيوش في نفس الهفوف، لكن في حدود ما قاعد يدور بيناتنا من حوار وأمام الملأ، فما علاش الإنسان يخاف على المستقبل. بالنسبة لتحسين الثورة، بلا هي الثورة على شنو؟ على الاستبداد. أنا عشت الاستبداد، ويعرف سي علي، سي عامر خو سي علي يعرف، منذ نعومة شبابي إيش تحملت في جسمي وإيش تحملت في حياتي من تضحيات من أجل الحرية، وما فماش عائلة في تونس سياسية أو فكرية بما فيهم السلفيين ما مبريتش في الدفاع على حقهم كتوانسة. أنا معناها كنت نعاني من بين التونسيين من حرمان الحقوق، كان الدستور يعدل لمنعي من حقي في الترشح، محلاني وكان جي اليوم نمارس الشيء اللي كانوا يمارسوا فيها عليا، نجي للناس لأنهم خصم وأنا ما عادش توا وطن وللثورة، ولأني أنا الثورة نعمل فيها اللي نحب، نحرمه من حقوقه السياسية. أنا أقول القطع مع الماضي هو قطع مع روح الماضي، مع فلسفة الماضي، مع ممارسات الماضي، مع آليات الماضي. اليوم راهو فما نوعين من الجرائم ونوعين من المحاكم. فما الجرائم التي طالت حياة الناس، ناس ماتوا تحت تعذيب، اللي طالت السلامة الجسدية، فما ناس تعذبت حتى قاربت الموت وأعيقت من جراء التعذيب، فما ناس استولوا على أموالها، فما مال عام وقع استغلال النفوذ للتصرف فيه بشكل مشين. كل من تورط شخصيا، وهذه روح الديمقراطية، أن الجريمة شخصية ليست جماعية، كل من تورط شخصيا في جريمة من هذا النوع وهم موجودين في تونس يحالون على القضاء
قضاء مستقل ويحكمهم بقانون سابق الوضع. هذه الديمقراطية، مش نعمل قانون جديد باش يحاكموا به لجريمة وقعت البارح، لا، الجرائم تقاضى بقانون سابق. ربما برشا ناس يقولوا مسكين قاعد يتكلم في المبادئ، هذا التغيير وهذا القطع مع الماضي. أما الجرائم السياسية فمن ساندت الاستبداد سياسيا، وأنا من أول الناس اللي ننكر عليها، وكنت في طليعة الناس اللي قومتهم وقت كانوا يخوفوا. هؤلاء الناس عندهم محكمة أخرى، هي محكمة الشعب عن طريق صندوق الاقتراع. ما تورطش في جريمة شخصية، يتفضل. أنا عندي ثقة في الشعب التونسي، فعلا عندي ثقة فيه، مانيش وصية عليه باش نخاف لا يتقدم له زيد اللي افتهدوا البارح وهو يزيد يعاود يعطي ثقته، وإلا عطى ثقته هو مسؤول على روحه. فبالتالي صندوق الاقتراع هو اللي نجم يعطيهم صفر ولا صفر فاصل ولا اللي يحبوا. هذا اللي هذا 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 الأصل في الديمقراطية، هذا الأصل في الثورة، وكل ما هو غير ذلك هو التفاف على الثورة واستعمال للماضي لتصفية خصوم سياسيين ولإعادة إنتاج نفس المنظومة السابقة. أنا هذا رأيي لا أكثر ولا أقل. رأيك وصل. سي سمير، حسب سي سمير بن عمر معايا، معك، علاش تغير قانون إقصاء التجمعيين ولا قانون تحصين الثورة حسب رأيك؟ لا، باش نوضح الصورة، وهذاك علاش أنا باش نبدأ منين وفاء أستاذ نجيب، هو مسألة تصفية خصوم سياسيين. برشا حاولوا يربطوا بين القانون هذايا وبين ربما ظهور بعض الأحزاب الجديدة في المشهد السياسي، ويعتبر أن هذا القانون موجه إلى حزب بعينه. بالنسبة لنا نحن في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تقدمنا بالقانون هذا، قانون سميناه معنا قانون العزل السياسي، منذ أفريل 2012، يعني تقريبا منذ حوالي 6 أشهر، وبقي هذا القانون يعني في اللجان متاع المجلس الوطني التأسيسي، ولم تتم إحالته إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه ومناقشته، مثل بعض القوانين الأخرى منها قانون تطهير القضاء والمحاماة وغيره من المشاريع التي تقدم بها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. أكثر حزب بتقدم قوانين هو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مشاريع قوانين. هذا شيء يفرح، معناه قائمين بواجبنا كنواب، لكن القانون تعطل في اللجان. بعد ذلك يعني ثم القانون الثاني اللي هو كان بمبادرة من كتلة حركة النهضة، يعني هو قانون جابش لدعم القانون، مشروع القانون اللي نحن بدرنا به، حيث لا تصفية خصوم سياسيين نحن قدمناه قبل حتى ما يظهر الحزب اللي يحكيوا عليه، وقبل معناها ما يتطور المشهد السياسي بالشكل اللي عليه تو. واضح. بالطبيعة نحن وقت اللي جاء قانون جديد في نفس التمشي في نفس الاتجاه، هو دعم للمبادرة اللي خذيناها نحن، مشروع القانون اللي قدمناه في أفريل 2011. هذا هو. واضح. سي محسن، مسألش نعودك نفس السؤال اللي طرحته على سي نجيب، الثورة هل نحصنوها بالإنجازات أم بالقوانين بكل صراحة؟ هو طبعا الرد على السؤال هذا يتطلب بالرجعة شوية لمواضيع مرتبطة في الواقع بمشروع تحصين الثورة، على الأقل في الفلسفة وفي المبادئ. أول حاجة، أنا ما أعتقدش أنه هذوما لجان حماية الثورة ينتميوا للمجتمع المدني، إلا إذا كان مش نخترعوا شيء اسمه مثل المجتمع البدني اللي هو فضاء آخر للعمل، ومثل ما حتى جمعية مجتمع مدني تختص في العنف، وهذا مختصين فقط في العنف. وكنت تشوف أنت وسائل عمل المجتمع المدني حسب القانون، تلقاها هي توعية، تلقاها هي في البحوث، هي الدراسات، هي غيره، هذا ما شفناهم كان مجتمعين هزين العصيد يضربوا في الناس. دونك هذا موضوع خلينا نقوله بكل وضوح. المسألة الثانية، أنا أعتقد أن نقول على الناس هذوما شباب الثورة هذا انتحال صفة، أن شباب الثورة هو اللي تظاهر في سريانا منذ أسبوعين، وناس الثورة هم تظاهرون في صفاقس بعشرات الألاف، وتظاهروا في القصري، وتظاهروا في قفص. هذوكم هم يا أخي، مش شعب تونس هذاك، الشعب اللي خرج هذاك، الناس اللي خرجت هذيك، هذوكم ضد الثورة؟ اللي تظاهروا اليوم في صفاقس هذوكم ضد الثورة؟ المواطنين سريانا ضد الثورة؟ هذيك هي الثورة، الثورة هي ثورة الشعب التونسي. وراهو مش كل اللي نقول التوانسه، مش كل واحد كان بالثوره ومعناها ثوري، مش معناها تسرقها الثوره ولا تحرصفتها ايا كان، ولا تقول انا متاعي فقط راك ثوري.
الدكتاتورية الإيرانية اللي هي أبشع دكتاتورية في التاريخ تعمل باسم الثورة. شو لقى الناس شنقوهم بلي جرو في الشارع أو كتصور موجودين بلي جرو باش نقيم في الشارع باسم الثورة. الثورة تتطلب مؤسسات تحميها وتتطلب أنه هي ثورة. على صارت هي ثورة صارت ما هي خطة ما كانش ثم دورة القانون قلنا الحمد لله دورة القانون إذن لابد تمارس القانون. الثورة عملناها على خاطر قبل كنا كي نتغشوا على مثل النهضة الناس الكل في الحبس كما صار هم معناها عذبوا وصارت مآسي إنسانية كل التونسيين معنيين به قلناها سابقا ونعيده الآن. لذلك هذا القانون اللي أنا مش فاهمه كيفاش هو تحصين الساعة لأني أنا القانون شفته ما ثم فيه حتى مبدأ من بدأ الثورة تحصن في جنو المفروض واحد يعمل قانون يقول مش نعم بس نحصن حاجة يعرفها الساعة شنية يعرف ايش يحصن مثل يقول الثورة هي العدالة الاجتماعية الثورة هي الحرية الثورة هي كذا يحط الأشياء اللي مش يحصنها ما ثم حتى كلمة. علاش؟ خاطر هدفه إقصاء الناس. الفلسفة وراء المشروع هذا مش فلسفة أنك أنت ما تحبش السداد يرجع. الفلسفة أنه نخليه نفس المنظومة أم نغيره النخبة الحاكمة بنخبة أخرى. هذاك علاش؟ كما الترويكا تعاملت بدون أي مبادئ أي أرضية مبادئ تعاملت فقط على اقتسام السلطات تكون مش ياخذ وزارة وتكون مش ياخذ كذا ما فيش مبادئ ثم حتى وثيقة اسمها وثيقة التقاء الترويكا على مبادئ لليوم. لا مش صحيحة. لا لا سيدي توبة جيبها لي جيبها لي وثيقة أمضوها ثلاثة رؤساء بحضور كل الصحفيين وثيقة في اللي فيها معناها الأرضية نتاع التقاء أرضية شنية التقاء فيه مبادئ اللي فيها عطيني ذكر المبادئ نتاعها ذكر المبادئ مش وقت لا مش موجود لا لا ما تقدرش مش موجود أمضوها بحضوركم أنتم التقاء الالتقاء الالتقاء اللي ما بيناتهم على أساس إدارة المرحلة الانتقالية وما فيش المبادئ. وأنا مش أقول لك حاجة كي تحب تحصن الثورة حصنها من الأحزاب مثلا اللي مش معترفين بالعالم التونسي لأنه على الأقل قبل الثورة ثم تونس الوطن هذا من الناس مش معترفين بالثورة برك مش معترفين بالوطن مش موجودين في القانون نتاعك. حصنها ضد الناس اللي مش معترفين بتونس يحبوا يعملوا خلافة ولا شكون هي حصنها ضد الناس اللي مارسوا العنف ضد التونسيين وقت تعمل المبادئ تولي تحصن على هذاك. أنا أعتقد أن هذا القانون هذا أول شيء يتناقض مع منطوق الاتفاقية الدولية محقق المواصل موقع عليها تونس قائم على أساس أقصاء جماعي بهدف أهداف انتخابية واضحة ما ثم فيه حتى كلام. ثالثا أنا أعتقد أنه من يقصي سيقصى بطريقة أو بأخرى يجي الوقت يدور عليه يبني نفس الممارسة اللي مش يمارسها هي معناها مش تعود. وفي كل الحالات حتى كان مر المشروع هذا لأنه الآن ثم منطق الغلبة أنا مش معتقد أنه سيؤثر في تطور الحياة السياسية المقبلة في تونس بالعكس تمام الحياة السياسية ماشي الآن نحو تعديل الكفة السياسية الشعب التونسي ماشي في اتجاه التغيير اللي يحصل الآن من أحداث سياسية وتعبئة اجتماعية حاصل في اتجاه الرغبة في التغيير السياسي لذلك لن يؤثر في الحياة السياسية أي شيء فقط مش يكون أنه خطأ أخلاقي وسياسي وقانوني مش نضيفوه. وإذا كان ثم نتصور أنه إقصاء الأستاذ البيجي قائد السبسي لأنه هو معني بالقانون هذا سيؤثر في حركة دا تونس راه هو واللي يعتقد أنه مش يعمل بالإقصاء هذايا أضاف لنفسه شيء آخر أي وسام شرف أنا أعتقد أنه هو لأنه هذاك هو الشخصية السياسية الوحيدة في تونس اللي تحملت مسؤولية بعد الثورة اللي يستطيع يقول أني أنجزت شيء لصالح الثورة هذه طلب مني نشد السلطة نعمل انتخابات عملتها اللي شديني السلطة الآن حتى واحد منهم ما نفذ حتى شيء إلى حد الآن حتى نستناه الساعة وقت يقول لي كي نعمل ما قلنا دستور كي يعمل دستور كي يعمل انتخابات كي يعمل غيره في ظروف طيبة وقت نتفهم أقصال أنه سيدقى بيشقى السبسي هل القانون هذا جاء ولا ما جاش تعدل ولا تعداش سيبقى رئيسا مؤسسا لحركة نداء تونس. بالنسبة للناس الأخرين المعنيين أنا نضم صوتي لصوت نجيب الشابي ونقول ثم ثلاثة طرق للمعالجة للمسائل هذه. أول شيء هي المسألة القضائية أنت تو كنت تحكي وهذا هو التناقض فيه الموجود بالنسبة لجان حماية الثورة وبالنسبة للسلفيين اللي ضربوا هذيك حالات فردية تسمع أنت مثلا رأي حركة النهضة مثلا في موضوع السلفيين هاي السلفيين لا هذيك حالات فردية بالواحد بالواحد اللجان حماية الثورة لذلك بالحالات بالواحد بالواحد ولا القضاء هالموضوع هذا بالذات يلزمنا نعملوا له إقصاء جماعي هذه أول حاجة. ثاني حاجة مع القضاء ثم العدالة الانتقالية وأنا قلت له سمير ديلو المرلفات الصديق سمير ديلو قلت له أنا أنصحك بإغلاق الوزارة متاع العدالة الانتقالية خاطر ما خلوك حد شيء لأنه المفروض التطهير والسياسات هذه ما يسمى بالمحاسبات هي نتائج العدالة الانتقالية ما هيش
المسألة الثالثة اللي هي كيتريز امبورطونت هي أن الشعب ياخذ قراره حسب الأشياء هذه. إذا كان عملنا المنهجية هذه وقت الاستبداد ما عادش يعود، لأنه حاطين المنهجيات مش بدلنا أشخاص. الاستبداد مش أشخاص راهو، مش فلان حطوا في المكان هذاك، هي مؤسسات، هي طرق متعامل، وهذا صار في كل الدول اللي نجحت في مستوى الانتقال الديمقراطي. لذلك أنا نحب نقول خاطر مثلا مش مستمعنا نعرف الحوار هناك كما كان يحكي تواسي نجيب ظهر كاين حوار ما بيناتنا المرة الليلة حوار نتعصب. احنا نعرفوا انه توا الدافع انه مش نعديه وهالقانون هذايا في المجلس التاسيسي وانتهى الموضوع بالاغلبيه اللي مش تحصل وكذا، لذلك عديه القانون هذا عديه. واتحاد الشغل اقعدوا قولوا راهو شيء ما صار، والوضع الاقتصادي اقعدوا قولوا راهو طيب، والحكومه اقعدوا قولوا عليه احسن حكومه في التاريخ، والطرف الاخرين قولوا عليهم خاسرين من الانتخابات وبتنرفزين، واصلوا في الطريق هذا مع أنه ما نقولكم أكثر من هكا. نحن قاعدين نقولكم راه هذا شيء خاطئ وسترونه بهم عيونكم. واللي ما فهمش اليوم شنو صار في صفاقس وصار في الدول في المناطق الداخلية وصار في سوريا، أنا أعتقد أنه ربي عاون. سي محسن سي عامر العريض، إن قانون لا خلنا نرجع لك أي. إن قانون تحصين الثورة هو حماية لرموز النظام السابق بين التصفية الجسدية، هذا جاء على لسانك أم لا سي عامر؟ خلينا نكمل. لم يأتي على لسان. لم تقل هذا. لم أقل هذا. واضح. إذن إيه قلت أنه أنا سأتحدث عن هذا القانون وعما أولا المشروع هو مش قانون، هو مازال مشروع ولكنه إن شاء الله سيتحول إلى قانون إذا صدق عليه المجلس. هذا المشروع تقدمت به مجموعة من الكتل في مقدمتها كتلة حركة النهضة، أو بالأحرى حتى يكون التعبير أدق تقدم به مجموعة من النواب كمبادرة تشريعية، منهم نواب من حركة النهضة ونواب من أحزاب أخرى، من كتلة وفاة، من حزب المؤتمر، حتى من الأحزاب أخرى. ويسمى ليس قانون إقصاء وإنما قانون تحسين الثورة. أي قانون تحسين الثورة. نعم، والذين اختاروا هذا الاسم لم يختاروه بشكل عشوائي وإنما اختاروه لأن المقصود به هو ليس استهداف زيد أو عمر وإنما حماية الثورة من أي محاولة الالتفاف عليه. فالذين تقدموا بمشروع هذا القانون الذي يهمهم هو حماية هذه الثورة من الردة، حماية الثورة من شبكات النظام القديم. كل البلدان التي حصلت فيها ثورات النظام القديم حاول أن يعود بطرق مختلفة. نقرأ التاريخ، وكل الثورات التي حصلت في التاريخ، أو حتى يعني يكون كلامي أدق، التي اطلعت عليها، أنا لم أطلع على كل الثورات، التي اطلعت عليها كلها حصنت نفسها ضد النظام القديم واشتغلت بطرق مختلفة. الثورة الفرنسية مثلا، الثورة الفرنسية عندما حصل عندها خمس قرون، عندها حتى ألف عام مش مشكلة، صارت 150 انتقال ديمقراطي في السنة اللي فاتت. أنت مش كنت تطالب بأن واحد ما قطعكش بكري؟ لا سامحني، عندك اللي يواصل مزابيت فيريزون أعتذر. لا ما تبش حتى مشكلة. الثورة الفرنسية عندما حصلت معناها مارست عملية تطهير ضد النظام القديم، وأعدم في الساحات أكثر من 16,000 تقريبا، أعدموا في الساحات العامة في اللاباستي وفي غيرها من الساحات، معناها من رموز النظام القديم. الثورة الإيرانية أيضا، أنت كنت تحدث عن الثورة الإيرانية، أيضا عملت محاكم في الساحات العامة ومارست إعدامات كثيرة لنظام الشاه ومنظومة الصفاقس القديمة. الثورة البولشيفية نفسها، معناها مش عارف العدد، يعني عدد لا يحصى ولا يعد، من الذين أعدمتهم هذه الثورة، الثورة البولشيفية في روسيا، من الذين أعدمتهم من النظام القديم. وقس على ذلك، نحن في تونس نؤسس لمنوال جديد، لشكل جديد من حماية الثورة، لا يقوم لا على الدم ولا على الانتقام ولا على التشفي، وإنما يقوم على أساس القانون وبضمانات تحترم حقوق الإنسان وتحمي الثورة من أي محاولة للالتفاف عليها في نفس الوقت. وهي معادلة ليست سهلة، معادلة، أنا أقر أن المعادلة ليست سهلة، يعني معادلة معقدة ومركبة وصعبة. كيف نحمي الثورة التونسية من أن يعود النظام القديم فيلتف عليها؟
بشبكاته وبخبرة شبكاته في التزوير وفي التلاعب بالمال العام والتلاعب بإرادة الشعب والتلاعب بمشاعر الناس؟ وكيف في نفس الوقت نحن ثورة تريد أن تبني أحد شعاراتها الرئيسية بناء دولة القانون ودولة الحريات؟ كيف نضمن حقوق الجميع بما في ذلك بقايا النظام القديم؟ لأنه حتى بقايا النظام القديم هم مواطنون، يجب أن تكون حقوقهم مضمونة. ولذلك هذا القانون سعى إلى توفير هذه المعادلة، وهو مطروح للنقاش، سيطرح النقاش على الرأي العام وسيطرح في المجلس في الجلسات العامة، وسنرى التعديلات التي تحصل في هذا القانون. النقطة الثانية في هذا الموضوع أو الثالثة، هذا القانون لا يقصي، لا يستهدف، لا يعاقب، لا يعالج موضوع التجمعين جميعا، لا. هذا القانون يستهدف، أنا قلت تقديري يعني أنا ما تقديراتي أنا بحسب النص اللي قريته، أنه يشمل تقريبا 3% من التجمعين. هذا القانون الاستثناءات اللي فيه من التجمعين، هذا القانون لحظة فقط، هذا القانون يستهدف حوالي 3% من التجمعين، لأنه إحنا التجمعين قلنا قبل هذا رأينا، مازال هو رأينا نفسه، مازال هذا تقديرنا، العدد التجمعين اللي كانوا موجودين معناها في عدد من الناس كانت عندهم انخراط في التجمع، إما لأنه معناها خاف أو لأنه بشكل انتهازي أو لظرف من الظروف أو لأنه معناها ثم وضع معين كان في البلاد نتفهمه ونفهمه. هؤلاء أغلبهم لما معناها سقط النظام القديم ولما وقع حل الحزب الذي أفسد في البلاد شعروا بالراحة، هم نفسهم تحرروا، هم شعروا بأنهم تحرروا من الحزب اللي كانوا منخرطين فيه. هؤلاء شركاء في الوطن وشركاء في الديمقراطية، لكن الذين كانوا يتزعمون هذا الحزب ويقودون هذا الحزب يزورون إرادة الشعب لعقود من الزمن، تعرفوا اللي في تونس توا ثم شكون معناها عنده خبرة 10 سنوات تزوير لإرادة الشعب، ثم شكون عنده خبرة 15 سنة، ثم شكون عنده خبرة 20 سنة، ثم شكون عنده خبرة أكثر من 30 سنة من التزوير لإرادة الشعب. هؤلاء مش ممكن يكونوا أمناء على هذه الثورة، واحد. اثنين، الذين تورطوا في التعذيب حتى النخاء، الذين تورطوا في تهريب ثروة البلاد إلى الخارج وسرقة أموال الشعب وابتزاز العائلات واضطهاد الناس، معنى هؤلاء هم المعنيين بهذا القانون. مش ممكن تعمل انتقال ديمقراطي دون أن تكون هنالك محاسبة ودون أن تكون هنالك موانع تقف وتحول دون عودة تلك الشبكات الخطيرة جدا فتستولي على الثورة لا قدر الله. الملاحظة الثالثة والرابعة تتعلق بالمدة الزمنية. يمكن سؤالك أنت قلت على، أنا قلت اليوم في ندوة حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان قلت أنه الدولة المؤسسات المنتخبة المجلس الوطني التأسيسي كسلطة أصلية والمؤسسات المؤسسة المنتخبة عليها أن تتحمل مسؤوليتها فتسن قوانين تحمي الثورة من شبكات النظام القديم حتى لا يتجه الشعب إلى أخذ حقوقه بيده. ربي مثالش حماية للجميع، هذا هو المعنى اللي قلته، مش إعدامات. مش نفتح قوس، لا لا مش نفتح قوس، نكمل النقطة هذه. لا لا أنا مش نفتح قوس خاطر أنت قلت إنجازات ولا شنو على السؤال وكأنه مش عاجبك. مش رد على سي محسن مرزوق، لا لا دقيقة دقيقة ونرجع لك في نفس الإطار، لا في نفس الإطار وبعد خذ الكلمة. سي محسن مرزوق باش نرد عليه، قال لجان حماية الثورة ما عملت شيء، لا أنا باش نقول لك لجان حماية ورابطات حماية الثورة عملت كي خرجت وقالت الحركة النهضة وفرضت عليها أنها تنحي التجمعين اللي موجودين اليوم في وسط حركة النهضة في 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 الحكومة اليوم نتاع الترويكا، هذه الأولى. اثنين، لجان حماية الثورة وبطاط حماية الثورة زاد عملوا يا سي محسن مرزوق ويا سي عمرو العريض، عملوا بالفعل وقت اللي خرجوا للسلفيين اللي عاملين أضراب جوا وجابوا لهم شيخ السلفية وكان اللي قابيناتهم ونحاو ألغاو هذا الأضراب الجوع، ثم فرضوا على وزارة العدل أنها تخلي سبيل كل من ليست له تهمة موثقة أو معناه موجهة ليه بصفة نهائية وخرجوا. هذا إيش قامت به؟ هذا موثق وموجود عن رابطات حماية الثورة بالفعل، هذا موجود وتنجم تثبتوا عليه واللي قلته صحيح، نجم تثبتوا عليه. لا لا لا، أنا هنا رجعتك اللي كنت عليه سي عمر العريض، لأنه
حكيت من قبيله وتقول اعطيتنا تجارب عديده ما علاقه هذا بهذا. احنا نتحدث على قانون تحسين الثوره. خلينا نكمل قانون تحسين الثوره وبعد تنجو للرابطه. رجعت لك لانه رابطات حمايه الثوره قالوا لكم نحيوا التجمعين موجودين عندكم داخل الحكومه اليوم. معناها انت تقول هذا قانون لتحسين الثوره واقصاء كل واحد تجمعي كان سبب او كان يعني عنده ضلع في في كل ما جرى في تونس في العهد السابق. انت حبيت تفسر لك وحبيت ناخذ رايك. بارك الله فيك على التفسير ومثالش. خليني نكمل تفضل لو سمحت. تفضل. طيب احنا ما قلناش القانون هذا يستهدف كل تجمعي، قلنا يستهدف الذين افسدوا من التجمعين. كيفاش تعرفوا الافسدون؟ ثم تنصف في القانون موجود. طبعا القانون مش معايا هنا نجم نقروه في القانون. لحظه عاد ما سالت في خلينا نجاوبك عاد. لا لا هم عاملين صفات وفئات. نجموش نتناقش عاملين فئات مش عاملين. كيفاش تثبتوا عليهم النهب والتعذيب بدون تحقيق قضاء؟ هذا هو السؤال. هل محمد الشرفي الله يرحمه اللي هو معني باعتبار كان وزير، هل محمد الشرفي الله يرحمه ابتز اموال الشعب وهربها ونهب وعذب الناس مثلا وكان وزيرا؟ هذا هو. كيفاش انتم مش تميزوا وانتم حاطين دي كاتيجوري؟ خليه يواصل بسال سي محسن راك قطعت كل مره تقطعني وتقول لي عفوا تقاطع عفوا تقاطع عفوا. تفضل معاش يقاطع. ما هو خاطر هو بدا المقاطعه المره هذه. لا 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 فانا من سن حزن سنه سيئه ما نتبعوش في هذه نتبعك. كل حاجه تقولها في النوع هذا نتبعك ومش مختلف معك. نعم باهي. طيب المهم قلت ثم نقطة أخرى تتعلق بقانون تحسين الثورة تتعلق بالمدة الزمنية. ثم قوانين لتحسين الثورة الفرنسوية ما زالت سارية المفعول إلى الآن تتعلق بالنظام الارستقراطي والنظام الملكي القديم تمنعه من معناها سلالاته تمنعها من تولي مهام معينة في قيادة الجيش وفي مواقع في الدولة أخرى. وثم قوانين ما زالت في تونس ما أدري إن كانت سارية المفعول ولا أنا مش محامي السادة المحامين يعرفوا لكن هي موجودة كانت ما زالت لم تلغى على كل حال ولم تعدل تمنع سلالات العائلة المالكة القديمة قبل الخمسينات يعني قبل بناء النظام الجمهوري معناها خرجها بورقيبة صدرها بورقيبة القوانين هذه من تولي مهام معينة وملكيات معينة. بينما المشروع هذا المقدم هنا في 10 سنوات المقترح المقدم اللي الذي عرض علينا في 10 سنوات وقد تكون هذه 10 سنوات وقد تكون أقل وقد تكون أكثر. المهم هي سنوات معدودة لحفظ معناها لتوفير فرصة لشعب الثورة للشعب الذي قام بالثورة ليبني الديمقراطية. على خاطر حتى واحد من نجم يشكك في أن المعنيين بهالقانون هدايا كانوا أعداء للديمقراطية وكانوا أعمدة الاستبداد والقمع والتزوير في البلاد يعني. وبالتالي تجربتهم ما عندها مش ممكن. أمس هم كانوا يزوروا في رد الشعب وأمس كانوا ينهبوا في الأموال واليوم تحطهم في مواقع المسؤولية والقيادة وتأتمنهم على البلاد. لازم تكون مجنون باش تقبل بائتمان من أفسد على أنه سيصلح. من كانت تجربته لعشرين أو ثلاثين سنة كلها من الفساد والإفساد لا يمكن أن يكون مصلحا. أما الحديث على أنه معناها هذا القانون على قياس زيد أو قياس عمر هذا كله أنا أعتبره كلام فارغ. واضح. لا علاقة لهذا القانون بزيد أو عمر. هذا القانون يتحدث عن صفات وليس عن أشخاص. بارك الله فيك. واضح. مستوى الحكاية عالية. تقول مستوى نقاش عالي تقول على الناس خليك كلام فارغ كلام وتقول تحب المستوى يكون عالي مش معقول. قول مختلف معاك قول غيره ما تقولش كلام فارغ ولا كلام مليان. لا لانك انت هبطته على مستوى زيد وعمر مش هذا القانون يا اخي اعتبر لا ما انت تقيم انت قدامك قانون يتحدث على الصفات ماشي تحكي قلت على كل حال اذا تحبته على اذا تحبته على المستوى العالي في الحوار انت اصلا الحس الكل عديتها مقاطعات يعني بالتالي معناها احسن يعني. الله يهديك وبرك. سي نجيب تفضل. إذا كان نهاية الحوار عندي كلمة أخيرة. تفضل. والله أنا أعتقد أننا كمائدة هوني اليوم لم نوفق كثيرا إلى التقدم نحو ما ينتظره التوانسة من روح وفاقية ومعالجة للقضايا الحارقة اللي يعيشوا فيها. لكن مانيش يائس. غدوة رئيس الجمهورية باش يجمع قادة الأحزاب بعيدا عن الإعلام. وإن شاء الله النقاش يكون أجدى باش نحاولوا نحولوا دون وقوع الإضراب العام. وعلاش بعيد عن الإعلام سامح؟ لا لأنها لقاء خاص يعني ماهوش لقاء عام مفتوح ليس مفتوح. لا لا مش سري يعني. لا لا ما هو سري يعني خاص خاص يا أخي فم الخاص وفم العام. على كل حال هو سنة دأب عليها منذ أشهر كل مرة في الشهر يجمع زعماء الأحزاب باش يتبادلوا وجهات النظر. أنا مازال أملي أن الحكمة ستسود وأننا سنعمل جهدنا
لمحاولة منع وقوع هذا الإضراب اللي باش يصادف حدث دولي ماذا بينا يكون ناجح بالنسبة لبلادنا. وبالطبع هذا ما ينجم يصير إلا إذا كان وفروا له شروطه، يعني المطالب الدنيا متاع المعتدى عليه متاع هالمؤسسة العزيزة علينا، وأننا نلقاو على أساس جبر الضرر المعنوي بالدرجة الأولى اللي أصابه، نلقاو طريق لأن نخطو في اتجاه التوافق ومنع ما من شأنه أن يصب الزيت على النار. أنا متأكد أن اتحاد الشغل أكره على هذا القرار، وأنه إذا ما توفرت الأسباب هو حدد تاريخه بعد مدة، فقط باش يعطي فرصة للحوار. وأنا من جهتي سأسعى من خلال علاقاتي بالمكونات السياسية أننا نستجيب إلى هذا الانتظار عند اتحاد الشغل ونجد طريقة للحيلولة دون الإضراب تاع 13 ديسمبر. شكرا لك السيد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، بارك الله فيك. سي سمير نعطيك الكلمة الختام تفضل. أنا نحب أيضا نكون إيجابي كما الأستاذ نجيب، نحب نتوجه بنداء إلى كل التونسيين وعلى رأسهم النخبة السياسية والأطراف السياسية أنهم يحكموا ضمائرهم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، وأنهم يلزم الناس كل تعرف، يلزم الناس كل تشعر بالمسؤولية على إنجاح المسار هذايا. راهو نجاح المسار هذايا هو فيه الخير لكل التونسيين، إفشال المسار هذايا راهو فيه البلاء لكل التونسيين بدون استثناء. مش ممكن، مش ممكن معناها لو أنه فشل المسار لا قدر الله أنه تونسي معناها يخرج معناها يعتبر أنه هذاك مكسب ليه أو غنيمة ليه. نحب نقول أنه جر البلاد إلى مصادمات إلى مزيد من الاحتقان راهو ما ينجم يخدم إلا أجندات معناها الناس اللي هما قامت الثورة ضد. لذلك ما يزبناش نكونوا سواء شعرنا بهذا ولا على حسن نية ولا على سوء نية ولا غيره، ما يزبناش نكونوا سبب باش نفتحوا طريق معناها الناس اللي قامت الثورة ضدهم، ونتحملوا مسؤوليتنا التاريخية في هذايا ونحميوا بلادنا ونحميوا ثورتنا ونسعاو باش نعاودوا نبنيوا بلادنا الناس الكل الليد في الليد بدون معناها معناها تغليب لمصلحة البلاد. واضح. شكرا لك سيد سمير بن عمر صيفة عضو مجلس وطني تأسيسي أم مستشار. واضح. عضو المجلس الوطني التأسيسي أنت حبيتها. سي محسن. أنا عندي آخر كلمة معناها. تفضل كلمة الختام. كلمة الختام. أنا حاب نقول بالعودة للموضوع الأخير أنه نحن مع المحاسبة في نداء تونس، والمحاسبة الحقيقية وبالقضاء مش بالعدالة الانتقالية فقط، لكل من تثبت فعلا أنه أجر سواء بابتزاز الأموال أو بالسرقة أو بالتعذيب، وهذا لا يحصل إلا بالتحقيق وبالقضاء. أما إقصاء الناس بشكل جماعي هذه تصفية حسابات وليس فيه لا قضاء ولا حق ولا عدل. النقطة الأخيرة، أنا أجدد دعمي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأعتقد أنه مظلوم في الموضوع في المسألة هذه، وأن قضيتها عادلة، وأعتقد أنه عنده مجموعة من المطالب هي مطالب دنيا، وبلغة النقابين السميق السياسي في هذا الموضوع. وأنا متأكد أنه من هناك 13 ديسمبر أنه الاتحاد عم توصل الشغل سيؤكد أنه هذه المطالب عادلة حقيقية ومش يأخذها قبل ما نمشيه 13 ديسمبر، لأني أنا أعتقد أنه ما عندنا حتى داعي أنه إذا المطالب تحققت هذه نمشيه بالإدارة العام. ما عادش نحب نقول صوت الحكمة وصوت التعاقل، مش خاطر مش مؤمن بالحكمة والتعاقل، أنه برشا مرات عودناه الكلام هذا. الآن أدعو إلى واقعية وإلى عقلانية، نخرج من الفوبيا الموجودة عند بعض الناس ونمشيو نحكيو بدون أحساس بالاضطهاد هذايا اللي يخلي الناس تحكي في مونولوج بينها وبين روحها. أربع مطالب واضحين يتم الاتفاق حولهم، وأنا متأكد أنه قيادة الاتحاد الشغل اللي هي الاتحاد الشغل هو اللي قاد الثورة واللي هي عنده الشرعية والثورية مش ناس أخرين، أنا متأكد أنه هو المصلحة العليا للبلاد دائما في راسهم وهي الأساسية، ونخرجوا من الأزمة هذه. وإن شاء الله الأسبوع الجاي لما نجيو عندك أنت واللي بعد أسبوعين ما نبداوش عندنا أزمة أخرى قاعدين نعانيو فيها إن شاء الله. شكرا لك السيد محسن مرزوق القيادي في في حركة نداء تونس. سي عامر العريض تفضل كلمة الختام لك. نعم بارك الله فيك. إذا كان المقصود، احنا يمكن أن نتفق إذا كان المقصود في كلام الأستاذ نجيب والأستاذ سمير هو
العمل والاجتهاد المشترك على تهدئة الأوضاع وتوفير فرصة لتحقيق التنمية الجهوية والتشغيل ومعالجة المشاكل الاجتماعية المختلفة وجبر الأضرار للعائلات ولكل ضحايا النظام القديم والأوضاع الاجتماعية الصعبة وما يتطلبه ذلك من تحقيق الاستقرار أيضا والأمن والأمان للتونسيين. فنحن متفقون إذا كان هذه مشتركات بيننا نحن هذا ما ندعو إليه وما نسعى إليه إذا كنا متفقين في هذا. ما أدري يعني النقطة الثانية تتعلق بموضوع حماية الثورة. كل حال التوانسة باش يحموا ثورته هذا مفهوم. الشعب التونسي عمل ثورة باش يحميه والشباب والشعب معناها مدعو وهو المعني وهو صاحب المصلحة في حماية هذه الثورة من أي محاولات لعودة النظام القديم أيا كان هذه المحاولات تتسلل بأي طريقة من أي بوابة كان. الشعب يجب أن يكون لها بالمرصاد وأن لا يقبل بعودتها لأن النظام علاش لا يقبل بعودتها لأن النظام القديم هو اللي أدى إلى العدد الكبير من الضحايا الاجتماعيين إلى الفقر إقصاء جهات بكاملها الفقر والميزيريا والظروف الصعبة اللي شوفوها في الولايات الداخلية وفي المدن الداخلية هذه مش جات مع الحكومة هذه هذا وضع ورثناه. الجميع يعرف بأن الثورة حصلت لأنه ثم أوضاع صعيبة في البلاد. احنا قاعدين نجتهد لمعالجة هذه الأوضاع. الحكومة بتاع الترويكا تجتهد لمعالجة هذه الأوضاع توفق أحيانا ولا توفق أحيانا أخرى ولكنها وفية وتبذل جهدا. الناس اللي عطلوا في تحقيق التنمية في الجهات وفي بناء الاستثمار في الولايات المختلفة وفي توزيع معناها صرف الميزانية حتى تكون هنالك يكون هنالك تشغيل ويكون هنالك تمويل للمشاريع الصغرى للعائلات وغيرها الناس هذوم هم اللي لازم يتحملوا مسؤوليتهم واللي لازمهم يراجعوا لأنه المنهج هذا يروم عنده فين يوصل. النقطة الأخرانية اللي حاب أقولها أيضا فيما يتعلق بالاتحاد نحن حريصون أيدينا ممدودة حريصون على حوار جدي والحوار أبوابه لم تغلق يوما ولن تغلق وهي مفتوحة بل هنالك رغبة وحرص وحرص على التهدئة ولكن أيضا نحن لا نقبل بمنطق أقول دائما الاتحاد فيه تياران فيه تيار نقابي وفيه تيار إيديولوجي. التيار النقابي مرحبا به ونتحاور معه والتيار الإيديولوجي عليه أن يعدل ساعته على مصلحة الثورة ومصلحة البلاد ومصلحة الاستقرار والتنمية والتشغيل وشكرا. شكرا لك سيد عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بارك الله فيك. شكرا لكم كلكم على حضوركم معنا. شكرا مرة أخرى. نشكر لسعد القبي في الأخراج فوزي عز الدين في الأعداد وكافة فريق التقني اللي أمن هذا اللقاء المباشر وملف الساعة المباشر من قناة حنا بعل. أعزائي المشاهدين إلى هنا انتهى توقيت هذا البرنامج إلى أن نلتقي لكم منا أجمل التحيات وتصبحون على خير.